وبركاته. أعزائي طلبة طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في واجب الحصة رقم 3. على بركة الله حبايبي هنبدأ كالمعتاد بواجب كتاب إكسلان. حبايبي النهاردة الواجب من صفحة 190 لصفحة 212. هنبدأ نقش واجب، بالله عليك ما تدخلش غير ما تكون مذاكر وحل واجب وتكتب ورايا نوتس ملاحظات. خلاص حبايبي، على بركة الله هنبدأ مع بعض. ما ننساش ان من 190 ل 212، يا رب سهل على بركة الله ونبدأ مباشرة. يلا حبايبي تمام، هنبدأ صفحة 190 الجملة 100. تمام، الجملة بعد 100 على طول هنبدأ برقم 101. الجملة دي حلوة قوي حبايبي، بيقول باي زعير 2100 وي مليون اوف تريز اند 100 اوف ريسس. طبعا عندك باي ومستقبل، يبقى مستقبل تام. وي ويل هاف سيف، هناخد رقم سي. بص يا شباب، عايز اقول معلومه مهمه جدا، وبالله عليك ادعي لي بعد ما تفهم المعلومه دي. بص يا حبيبي تمام، مش كل باي ومستقبل مستقبل تام، مش كل باي ومستقبل مستقبل تام. اكتب يا حبيب قلبي، اكتب ليس كل باي ومستقبل مستقبل تام. حلو كده الكلام، حلو الكلام. طب نعرف منين؟ بص يا حبيبي، لو باي ومستقبل والحدث تم يبقى مستقبل تام، لو باي ومستقبل والحدث تم يبقى مستقبل تام. اما لو باي ومستقبل والحدث هيفضل شغال بعد هذا التاريخ، يبقى دي اصبحت عادة في المستقبل، والعادة في المستقبل مستقبل بسيط والمصدر. تاني يا حبيبي وقف الفيديو واسمعها مرة وعشرين حتى. خلاص حبيبي تاني من الاول. بص حبايبي، مش كل باي ومستقبل مستقبل تام. ندوق طعم الحدث، نشوف معنى الحدث. لو الحدث يا حبيب قلبي فضل شغال بعد هذا التاريخ، يبقى ده هيبقى مستقبل بسيط. على سبيل المثال اكتب وراي مثال بيقول باي تمام 2100 تمام بحلول عام 2100 وي ويل يوز سوف نستخدم ايه ذا سولار انرجي، هنستخدم الطاقه الشمسيه. بحلول عام 2100 هنستخدم الطاقه الشمسيه. طب وبعد 2100 اكيد هنستخدم الطاقه الشمسيه. يبقى لو الحاجه يا جماعه هتفضل شغاله بعد هذا التاريخ، يبقى ده مستقبل بسيط. يا حبايبي مش كل باي ومستقبل مستقبل تام. خد بالك من المعلومه دي خطيره جدا، ودي جت في امتحان ثانويه عامه 2014. خد بالك من الفكره دي مهمه جدا. قال لك باي تمام 2030 بحلول عام 2030 our cars عربياتنا will run on solar power، عربياتنا هتمشي بالطاقه الشمسيه. يبقى حبايبي طب وبعد 2030 برضه هنمشي بالطاقه الشمسيه، يبقى we will run on، يبقى we will run وليس will have run. تمام، ايه الخلاصه بتاعت المعلومه؟ مش كل باي ومستقبل مستقبل تام، ولكن يا حبايبي لو هذا التاريخ انقطع الحدث بعده يبقى ده مستقبل تام، لو فضل الحدث شغال بعد هذا التاريخ يبقى ده مستقبل بسيط. ما تنسوش مش كل باي مستقبل تام. يلا حبايبي الجمله رقم 2 تمام، هتبقى واتشنج طبعا عشان هنا ندم. قلنا لو انا ندمان يبقى ريجريت اي مشي، لو انا مضطر يبقى ريجريت تو والمصدر. طب لو انا ندمان ان انا ما عملتش، لو ندمان اني ما عملتش يبقى ريجريت نوت اي ان جي، يبقى ريجريت نوت اي ان جي لو انا ندمان اني ما عملتش. تمام، والجمله رقم 2 بقى باي ريجريت. بعد كده الجمله رقم 3 يا حبيب قلبي هتبقى اذر علي وثلاثه اخرين اذر بويز تمام وثلاثه اخرين، يبقى 3 اذر بويز تمام. اما لو انذر تبقى انذر 3. خد بالك، ها خد بالك النهارده جمل حلوه جدا. بعد كده عندي افويد، قلنا بيجو اي ان جي، طب لو اي ان جي في المجهول تبقى بينج والبي بي. خد بالك من المعلومات الحلوه دي. النهارده بعد كده الجمله رقم 6 هتبقى اوربتس طبعا. اوربتس ما معنى اوربت؟ يدور حول. اوربت يدور حول، اما سبين يدور فقط. خد بالك من المعنى هيفرق. بعد كده الجمله رقم 6 هتبقى نوت افري. النهارده ان شاء الله في حصه النهارده هناخد الفرق بين افري وايتش، حصه مهمه جدا حصه النهارده ان شاء الله، اللي هي ان شاء الله هتبقى يونت اي 9 باذن الله. الجمله رقم 6 هتبقى نوت افري. بعد كده عندي رقم 7 هتبقى موفينج، معناها مؤثر. موفينج معناها متحرك ومؤثر. الله يا مستر، كلام جامد الكلام ده. انزل بقى وين بقى، وين عندما هو ياتي الى مصر، يبقى الحل وين. الجمله رقم 9 هاد بين شوبينج، حبيب قلبي ادي عندي هنا مده، الحدث الاقدم ماضي تام وفي مده، يبقى ماضي تام مستمر. الجمله رقم 10 بارتيكولار، معناها بشكل خاص، اللي هي بتساوي ان بارتيكولار. تمام حبيب قلبي اكتب بالله عليك. الجمله رقم 11 هتبقى ويل فايند، الجمله 11 ويل فايند.
تمام. الجمله رقم 12 بتبقى جيتنج، الجمله رقم 12 جيتنج تمام، الجمله رقم 12 هتبقى جيتنج تمام. تراي اي ان جي هنا تمام، جاي هنا بمعنى يجرب، اما لو بحاول في فشل يبقى تراي تو والمصدر. الجمله بعد كده هتبقى سين ذا اكيوزد مان الراجل المتهم. الجمله رقم 14 هتبقى انلس. الجمله رقم تمام 15 ازنت شي، ازنت شي سؤال مزهل حبيبي، حبيبي كويستشن تاج، حبيبي كويستشن تاج تو يا حبايبي، خدنا تو انها بتفيد النفي ولكن السؤال المزهل بتاعها برضه منفي، خد بالك اللي هي جدا لدرجه ان لا. 16 هات ات كلينت حبيبك، قاعده البوزيتيف السببيه اللي هتيجي السنه دي ان شاء الله. الجمله رقم 17 اولد فاشن موضه قديمه، اولد فاشن موضه قديمه. الجمله رقم 18 هتبقى طبعا ويل نيفر سبيك، بيقول لك شي انسلتد مي، طبعا هي ايه ثبتني وانا مش هتكلم معاها تاني، هي ضايقتني ثبتني. الجمله 19 واز ليسننج ماضي مستمر، اخدنا حبيب قبلي لو بيكوز جه قبليها، بيكوز جه قبليها ماضي بسيط منفي، بعديها ماضي مستمر، لو جه قبليها ماضي بسيط مثبت يبقى بعديها ماضي مين؟ ماضي تام يا احلى شباب تمام. شد حيلكم ايا كانت الظروف، نشد حيلنا الفتره دي وربنا هيكرم باذن الله. الجمله رقم 20 هتبقى ساتش، ساتش الوت اوف. بص يا حبيبي اي اسم موصوف بدا بالوت اوف ومعاك زاد خد ساتش، اي اسم موصوف، اي اسم موصوف تمام بدا بالوت اوف ومعاك زاد يبقى الحل مين؟ ساتش تمام. الجمله بعد كده ايتش، ايتش اوف ذا، ما ناخدش ليه افري النهارده، هنشرح يونت 8 باذن الله. بعد ما بتراجع الواجب بتدخل على المنصه بتاعتك تمام يا حبيب قلبي، وبتحضر يونت ان شاء الله النهارده يونت 9، هنفرق بين ايتش افري حصه في غايه الشراسه النهارده باذن الله. الجمله 22 دايركتلي بشكل مباشر. الجمله 23 ساتش ام، ساتش ام تمام، اي اسم موصوف مع زد يبقى ساتش ام تمام حبيبي، يبقى ساتش مين؟ ساتش ام. الجمله 24 هناخد ان، 24 هناخد ان طبعا، سفرت ان بيعاني في الفضاء، يبقى ما نحفظش بقى طلبه مستر النجار ما شاء الله عليهم، هاديين ومركزين وعلى النهائيه ناويين، مش كل سفر فروم يا حبيبي. كانت في جمله في كتاب اكسلنت واحنا بنحل في يونت باي يونت، كانت في جمل كتيره سفر بس ما بتاخدش فروم، خد بالك يا حبيب قلبي، خد بالك من المعنى ما تحفظش. واو هاف يو دان يور هوم ورك اوريدي، طبعا اوريدي عشان في سربرايزنج في داشا. الجمله رقم 26 هتاخد ان، يا مستر اي تاريخ ياخد سينس؟ لا يا عم المستر، لا ده لو باست سمبل ماضي بسيط يبقى ان، اما لو مضارع تام هيبقى مين؟ سينس. الجمله 27 طبعا وايل، وايل عايزه مين؟ عايزه باست كونتينوس ماضي مستمر، يبقى طبعا هنا 27 الجمله هتاخد مين؟ هتاخد واز، هتاخد واز، لان يا حبيب قلبي فيرب تو بي من الستاتيف فيربس افعال الشعور والادراك ما بتاخدش اي ان جي، يبقى نقول واز فقط. اما الجمله 28، الجمله 28 هناخد وي وير فلاين، الجمله دي مهمه يا شباب، الجمله دي مهمه يا شباب، الجمله دي تشم فيها ريحه امتحان اخر السنه، يبقى وي وير فلاين. واحد بقى حافظ مش فاهم يقول لك وايل بدون فاعل اخد اي ان جي، غلط يا حبيبي، لازم عشان تاخد الاي ان جي بعد وايل يكون الجملتين لنفس الفاعل، يكون الجملتين لنفس الفاعل، هنا الناحيه الثانيه الاهرامات، اما هنا احنا اختلف الفاعل، يبقى هنا ناخد جمله كامله وليس اي ان جي. يا شباب مستر النجار حبيبك في يونت 1 قال ما تحفظش مش كل رابط بدون فاعل اي ان جي، لازم يكون الرابط ده الجملتين لنفس الفاعل. الجمله رقم 30 يا شباب هتاخد وركت ماضي بسيط، يا جماعه اذا جاءت فور والحدث انقطع يبقى ماضي بسيط، طب لو جاءت سنس والحدث انقطع ماضي تام، والكلام ده كله واخدينه متدربين عليه. الجمله 31 هتبقى از، از يور فازر باك، هنا باك دي صفه، قال باباك رجع هنا دي صفه، واحد يقول لي طب اخد هاز، طب اخد هاز، طب فين التصريف الثالث؟ شفت بقى؟ تمام؟ يلا ناخد الجمله رقم 32 ذا اميجريشن بوليسي تمام؟ ارست القبض على الاجانب، بوليس الحدود، بوليس الحدود، حلوه قوي كلمه اميجريشن تشتغل معنى هجره، ولو حطيت لها كلمه الليجل قبليها الهجره غير شرعيه امتحانات ثانويه عامه 2012 تمام؟ الليجل واخدينها طبعا غير شرعي في مذكره القاموس تمام؟ الجمله بعد كده هتبقى هوز الاجانب اللي اقامتهم، اوعى يا حبيبي تحسب ان ستي فيرب، ما انت لو حسبتها فيرب تبقى مشكله هتضطر تاخد هو، هنا الاجانب اللي اقامتهم في بلدنا انتهت، الله لا الجمله دي حلوه، لا الجمله دي مهمه، لا الجمله دي خد بالك منها، ستي جايه اسم الاجانب اللي اقامتهم، طب يلا يا حبيبي خد بالك الجمله 33 هتاخد ويتش، بيقول لك انا قرات كتاب عن السيده التي تمام؟ وجدت انه ممتع، الكتاب عن السيده التي وجدت انه ممتع، مين بقى اللي وجدت انه ممتع؟ الكتاب، يبقى ويتش عايد على مين؟ على الكتاب، خد بالك تمام. الجمله 34 ان اف ايه فازرلي واي، شرحناها في نت 7 في بارت 2،
قلنا ان الصفه مؤل واي مالها عايز احولها لادفرب، اعمل ايه؟ اجيب ان وايه تمام والصفه مؤل واي واجيب واي امر. يا بخت يا شباب اللي ذاكروا يا شباب، هو حد يحبطك يقول لك الفيديو كبير والمعلومات كتير؟ يا عم انت مالك، سيبني في حاجه انا عايز استفيد. تمام زير ار 2 اور 3 سينجز، انا اخد ليتل مفاجاه ليتل كيف سينجز اسم يعد ويجي بعدها ليتل، ليتل بيجي بعدها اسم لا يعد، ولكن اذا جاء عدد ثم ليتل ثم اسم يعد يبقى هنا معناها سمول، يبقى ثلاث اشياء صغيره. دي جامده جامده جامده، وكتاب المدرسه يو كان اد انت تستطيع ان تضاف ان تضيف بقى، يبقى اد تو يضيف الى. واحد يقول لك هو ينفع ريزون تاخد تو؟ يا عم مش ريزون دي، اد تو يضيف الى. ولكن نرد على الناس اللي بتقول ريزون تمام ما بتاخدش تو، نقول لهم ممكن تاخد تو. انظر مذكرتي يونت 7 بارت 2 هتلاقيني كاتب لك ريزون 2 زائد المصدر، ريزون 2 زائد المصدر بمعنى سبب لكي. هتلاقي في لانجوج نوت صفحه يمين في المذكره. بعد كده يا حبيبي الجمله 37 هتبقى ديورنج، طبعا 37 ديورنج هي طبعا هي مكتوبه ديورنج وهي نقط اساسا، ولكن الحل ديورنج ووكينج اورز. يا مستر انت قلت ما يجيش اي ان جي، ايوه بس لو اي ان جي وقعت كايه كصفه للاسم فتاخد عادي ديورنج. ووكينج اورز فيزيتنج اورز سويمنج تايم. يلا حبيبي 38 هناخد ها الحل هيبقى مين؟ اي واز دوينج، اي واز دوينج ماي داد والدي شعر بالنوم حينما انا كنت بعمل الواجب. واحد يقول لك واي بدون فعل اخد اي ان جي، يا عم اللي حافظ تمام افهم الاي ان جي ما تجيش بعد واي الا ما يكون الجملتين نفس الفعل، هنا والدي وهنا انا اختلف الفعل، يبقى اجيب جمله كامله وليس اجيب اي ان جي. الجمله 39 نجيب صيغه سؤال، يبقى هناخد مين؟ ديد. طب ما ناخدش ليه هاد؟ هاد صح وديد صح، بس هنا جايب مصدر يبقى اجيب مين؟ ديد. اما الجمله رقم 40 تاخد ويتش، ذا امبلوير صاحب العمل اللي انا بشتغل عنده. تمام صاحب العمل اللي انا بشتغل عنده يكون منظمه كبيره؟ لا دي مش صاحب العمل، شفت بقى ضحكت عليك كيف؟ دي معناها شركه. في مذكرتنا في يونت 4 على ايدك اليمين من تحت هتلاقي كلمات منهم امبلوير يمكن ان تعمل عمل شركه. خد بالك من الكلمه دي والملحوظه دي، والنهارده الحصه في غايه الاهميه. تمام يبقى عندي هنا حبيبي يبقى الحل هنا ويتش. اما هي ممكن تشتغل صاحب العمل لو بين لي ان هو راجل بعد كده، اما بين لي قال لي دي منظمه كبيره، منظمه كبيره يبقى دي شركه، يبقى هنا ويتش. الكلام ده خطير جدا، ولو شال فور من ورا هناخد وير، ولو شال فور من ورا هناخد وير عشان دي شركه مكان. اما الجمله 41 هتاخد وين؟ يا بخت اللي بيكتب ورايا. تمام وين الجمله 42 بعد كده احنا قلنا هناخد وين، بعد كده الجمله 42 هتاخد مين؟ ان. ليه؟ طب ان علشان يا حبيب قلبي اي ان وملابس بتساوي ايه اللي لابس؟ تعرف تقول زي ما انا قلتها كده؟ ان وملابس بتساوي ايه اللي لابس؟ يعني من الاخر ان وملابس بتساوي هو وير، ان وملابس بتساوي هو وير الذي يرتدي. يعني لو قلت ان زائد الملابس معناها الذي يرتدي. طب لو واحد بقول ابو عينين خضر وابو عينين سود والبنت مشعره طويل، نقول ويز بقى، يبقى اكتب ويز زائد صفات الشخص، ويز زائد صفات الشخص، اما ان زائد ملابس الشخص. تمام بعد كده الجمله 43 هناخد سنت. جامده جامده جامده. قول للسكرتيره تبعت هذا، اوعى تحسبها سؤال، اوعى تحسبها سؤال، ده يا حبايبي الامريه السببيه ودي شرحناها كذا مره، خد بالك من دي. بعد كده 44 تمام 44 دازنت الاو، الاو بدون مفعول يبقى اي ان جي. الجمله دي مهمه يا جماعه، الجمله اللي بعديها ماست يا حبايبي، ات ات از ات ا ماست، هل دي ضروره؟ الجمله 46 هتبقى اف، دي جامده، اكتب جنبها محمد مستر نجار بيقول لي دي جامده، خد بالك منها بالله عليك ادعي، اكتب في التعليقات دعوه لحبيبك مستر نجار. اف وركينج هارد از، في ناس بقى بتحسب ان وركينج از، لا دي جايه فاعل، حط دال على از، حط دال على از، يمكن الاي ان جي تقع فاعل، تعرف منين؟ لما يجي بعديها فعل، تعرف منين؟ لما يجي بعديها فعل يا حبيبي، يبقى ده فاعل، فعل مفعول، مين اللي عايز فاعل؟ فعل مفعول اف طبعا، يبقى الحل اف. انزل الجمله 47 اف وي فاوند، فاوند هنا معناها ايه؟ يأسس، في حاجه اسمها لو وجدنا شركه، يعني انا ماشي في الشارع الاقي شركه كده، تمام؟ لا طبعا. بقول لو اسسنا الشركه يبقى فاوند يأسس، يبقى الحل وير ران، وير ران يا جماعه امتحانات ثانويه عامه الجمله دي، يبقى يا حبيبي مش كل فاوند تقول عليها ماضي فايند، دي فاوند بمعنى يأسس، يبقى هنا حاله اولى يبقى وير ران. الجمله اللي بعديها هاد بين وركينج. الجمله 49 تاخد ان رول، تاخد ان رول اون يدرك اسمه في دوره، يدرك اسمه في دوره، تاخد ان رول اون، حلوه قوي الجمله دي، نرول ان يدرك اسمه في دوره.
الجملة 50 had been running، had been running الحدث الأقدم. وبفسر تفسير الماضي، ماضي تام مستمر. طب تفسير المضارع، مضارع تام مستمر. الجملة رقم 51 هتاخد established، established as، حط على as، يأسس نفسه كـ. طب 52 هتاخد each، 52 each، يا نهار أبيض، بيقول لك الألم ده، الألم دي بـ 2 جنيه لكل واحد، يمكن أن تستخدم each في آخر الكلام بمعنى لكل واحد، تمام؟ 53 هتبقى addition، 53 in addition، أدي إنه ما ناخد addition. إن أديشن يأتي بعدها جملة كاملة، إن أديشن يأتي بعدها جملة كاملة. أما إن أديشن تو يأتي بعدها اسم أو الفيرب أي إنيشي. خلاص يا حبيبي، تمام، عشان تبقى عارف فكرة كلمة إن أديشن، تمام. طيب بعد كده الجملة اللي هي بعديها هتبقى، إحنا قلنا إن أديشن، تمام كده. طيب قلنا جملة إن أديشن بعد كده، تمام. إحنا دلوقتي وصلنا للجملة، تمام يا حبايبي، اللي هي الجملة 51، تمام، 51 قلنا established عشان as، وهنا each لكل واحد، بعد كده in addition يبقى وراها جملة كاملة. ناخد الجملة 54، 54 الحالة هتبقى is my daughter، 54 so is my daughter. يا حبايبي، يمكن تستخدم so بمعنى وكذلك، ويأتي بعدها فعل مساعد ثم فاعل، فعل مساعد ثم فاعل. يا حبايبي بيقول لك انت eager to go to college، انت متحمس جدا للذهاب للكليه، وكذلك تكون ابنتي، so is my daughter. يا حبايبي نجيب so ثم فعل مساعد ثم فاعل. طب لو الكلام منفي نجيب neither ثم فعل مساعد ثم فاعل، خدناها الاسبوع اللي فات، معناها وكذلك. الجمله بعد كده 55 هتبقى in vain، in vain معناها بلا جدوى، in vain معناها بلا جدوى، هناخد رقم C، تمام. بعد كده الجملة 56 هتبقى fewer، هتبقى fewer بيقولك وقليل من الناس، لأن جاي بعديها اسم ايه؟ يعد، جاي بعديها اسم يعد اللي هو بيبو. بعد كده anniversary، تمام، yesterday بالأمس، احنا في الجملة 57 yesterday anniversary معناها بالأمس كانت الذكرى السنوية لموت الملك، والقصر كان مليء بالناس. واحد يقول لي طب ما ناخد بي، بي خدناها بمعنى جنازة، ينفع اقول امبارح الجنازة السنوية للملك؟ ايه الجنازة السنوية؟ الذكرى السنوية، ذكرى. أما الجملة رقم، تمام، 58 هتبقى ويتلس، منعدم الوزن، رواد الفضاء في الفضاء منعدمين الوزن. الجملة 59 هتبقى ريبليس، يحل محل. الجملة 60 كونفيدنس، ثقة في، ثقة كونفيدنس ان، تمام حبايبي، هتبقى ثقة في. الجملة 61 هتبقى، الجملة 61 هتبقى سيجنال، طبعا هو بغضب نظر ليا، ودي كانت سيجنال إشارة. أما الكانسر مرض السرطان ساتش از، يا جماعة اي اسم موصوف مع زد ياخد ساتش ايه. طب لو صفه من غير اسم موصوف يبقى ياخد سو، سو صفه وزد، اخدناها في اخر حته في يونت 1 في كتاب اكسلنت، عنوان كان اسمه الانفيرجن، صفحه يمين من فوق تمام، فوق انت نازل كده من فوق هتلاقيها. طيب الجمله 63 هتبقى ساتش ايه، اسم موصوف مع زد معناها جدا لدرجه ان، ساتش معناها جدا لدرجه ان. اما الجمله 64 هناخد مين بقى 64؟ هناخد ايه؟ طبعا 4 و60 الجملة are there ولا have been ولا there are، خلي بالك رقم C دي there are، تمام. الحل بقى هناخد there are، ليه C؟ ليه we don't know؟ احنا ما نعرفش بالضبط كم عدد النجوم والكواكب، there are موجودة هناك في كذا، ما اقولش are there طبعا، خلاص يبقى there are، يبقى الحل هي دي، تمام. بعد كده عشان طبعا are there دي صيغة سؤال. بعد كده تمام الجملة 65 if I had written work، حط دايرة على مين يا حبيبي؟ written، written ده تصنيف ثالث، تصنيف ثالث للورك، يعني ريتن ده مش تصنيف ثالث، يعني ده صفة، تصنيف ثالث هنا جاي صفة للورك، مش يا جماعة مش جاي فعل هنا، مش جاي فعل. ينفع أقول لو أنا كتبت عمل، يعني لو أنا كتبت عمل، عمل أدبي مثلا، أي عمل مكتوب يتقال عليه أورك، أي عمل مكتوب يتقال عليه أورك، ما ينفعش أقول ورك كده. يبقى لو لدي عمل مكتوب، يعني عمل إيه لازم يتكتب، يبقى ناخد ودو، خد بالك من الجملة دي. تاني يا حبيبي الجملة دي اللي حافظها هيقول لك هاد، والتصنيف التالت ده حالة تالتة، هناخد would have be be، غلط غلط، هنا هاد جاية ماضي بسيط وريتن تصنيف تالت للورك، يبقى would mean would do. الجملة دي مهمة يا جماعة خدوا بالكم، تمام. الجملة 66 هتبقى have a finished، have finished. الجملة 67 هتبقى where، تمام. الجملة 68 هتبقى something، it was something of shock، يعني بقى it was something of shock، يا لها من صدمة، ده تعبير ثابت، تعبير ثابت، عشان تبقى عارف، خلاص يبقى عندنا تعبير ثابت.
الجمله 69 هتبقى شود، يو شود نو بيتر، تعبير ثابت، ما خدناش لي وود، لا ده تعبير ثابت. وغط الاولى عايزه مين؟ اوت عايزه تو يا حبيبي، تمام. يبقى شود الجمله رقم 70 هتبقى براكس، الجمله 70 هتبقى براكس، تعبير ثابت، اتس ستاندرد براكس، معناه انه من الطبيعي. الله النهارده في معلومات حلوه جدا، خد بالك الجمله 71 ما تخليش حد يحبطك وحد يفضل يقول لك ايه انا مش عارف ايه المعلومات كتير، اصل ما فيش وقت، مالكش دعوه، انت خليك في حته تاني وذاكر ومالكش دعوه اي حاجه تحصل. خلاص يا حبيبي، انزل بعد كده الجمله رقم 72، الجمله 72 هتبقى هاد بين، هتبقى هاد بين خدناها ات واز ذا فيرست تايم ماضي تام، طب لو ات از ذا فيرست تايم مضارع تام. الجمله 73 هتبقى ريت، انترست ريت، تمام، انترست ريت يا حبايبي، تمام كده هتبقى معدل، تمام، بقول معدل الاهتمام، معدل اهتمامه. خلاص كده يا جماعه، خلاص الجمله بتقول اي تشوز، انا اختاريت هذا البنك لاني بقول اني هاز بيست انترست، عندهم اهتمام كبير جدا، او ممكن نقول مثلا على سبيل المثال معدل الفايده، عندهم ارباح اكتر، من الاخر عشان افهم اكتر برضه. الجمله 74 هتبقى بروفيس، الجمله 74 بروفيس معناه يؤكد، انا لو اكد تو نو، طب ما خدناش ليه ادميت، ادميت عايزه اي ان جي او تو اي ان جي، تمام كده. طب الجمله 75 هتبقى جت، اتس اباوت تايم، اتس اباوت تايم يا حبيبي فاعل ماضي بسيط، اما لو ات واز تايم او ات واز اباوت تايم دي فاعل ماضي تام، دي فاعل ماضي تام، خدوا بالكم يا شباب، اتس تايم فاعل ماضي بسيط ودي خدناها في يونت 1، اما لو خدناها ات واز اباوت تايم او ات واز هاي تايم يبقى ده فاعل ماضي تام، الكلام ده خطير جدا. 77 فيرز اجرة المواصلات، فيرز، بعد كده 78 ستاند ستيل، 78 ستاند ستيل، تمام. الجملة 79 هتبقى باي، جيت باي، جامدة جامدة جامدة، جيت باي اون، يدبر مع شادو بفلوس، يدبر مع شادو بفلوس، باي. الجملة 80 هتبقى هير، الجملة 80 هير يسمع، عندما تسمع أي شيء. الجملة 81 هتبقى بوينت، there was no point، كان هناك لا فائدة، لا يوجد هناك أي فائدة، ده تعبير ثابت. بعد كده هيل يلتئم، هيل يلتئم، خلاص؟ يلتئم للجروح وللحروق عشان تبقى عارف. ودلوقتي الجملة 83 هتبقى cut off، ينقطع التيار أو الحرارة. الجملة 84 could send، ده تعبير ثابت اسمه I would be grateful if you could. الجملة 85 هتبقى range of goods، تشكيلة من البضائع. الجملة 86 هتبقى ثرو، معناها ينجز أو ينجح، جيت ثرو. الجملة 87 هتبقى كات أوف، تمام، التليفون قطع. 88 هتبقى أي وود بريفير إت، أنا أفضل ذلك. 88 وما تنسوش إن أي درازر عايزة مصدر، وأي درازر فاعل ماضي بسيط. الجملة 89 هتبقى normal، the normal procedure is to apply in person، الطريقة الطبيعية، الطبيعية مش العادية ordinary، لا الطبيعية، تمام، لهذا الإجراء أن تتقدم شخصيا. 89 A، الجملة 90 هتبقى need انتهاب بي بي، لا داعي في الماضي والحدث تم، buzzard معناه ينزعج أو يزعج. الجملة 91 هتبقى make a habit، تمام، ميك هابت، طبعا بقول يو كان دو، انا استطيع ان افعل ذلك في الموعد، ولكن بفضلك دونت ميك هابت اوف ات، ولكن ما تتعودش على كده، تمام. الجمله 92 هتبقى ليتست، ليتست معناها احدث، تمام. الجمله 93 هتبقى ليتس هاف اراوند اوف جولف، دعنا ناخد جوله في ملعب الجولف، او بنقول ناخذ مباراه او، تمام، او ايه، لفه في هذا الملعب، ملعب الجولف، تمام. جمله 94 هتبقى سد، 94 سد. الجمله 95 opportunity، فرصه، opportunity، فرصه. الجمله 96 in common، شيء مشترك، تمام، شيء مشترك. الجمله بعد كده الجمله 97 هتبقى باي ميستيك، 97 هتبقى باي ميستيك، بالخطا، بالخطا. الجمله 98 objection، اعتراض، her main objection، اعتراض الرئيسي. الجمله 99 باي فار، خدناها في يونت 2، قلنا ان باي فار بتدخل على التفضيل، تمام، بتدخل على التفضيل. الجمله 100، الجمله 100 هتبقى ويل هاف، الجمله 100 ويل هاف، مستقبل تام، عشان باي ناو يا جماعه، باي ناو وباي زين دول مستقبل تام. الجمله 101 هتبقى هوز، الكاتب الا اعماله، هوز وركس،
هوز وركس الاعمال الجمله 102 هتبقى جاست از، بمعنى عندما الجمله 103 هتبقى اون، الجمله 103 تبقى اون بمعنى يجرب او يقيس، الجمله 104 ديو تو معناها بسبب اللاك اوف، بسبب لاك اوف نقص الفاسيلتيز التسهيلات، فاسيلتيز اللي هي التسهيلات حبايبي. انزل الجمله 105 هتبقى ايم الهدف من التست، الجمله 106 هتبقى ليفت، الجمله 107 هتبقى وودنت، الجمله 107 هتبقى وودنت، الجمله 108 هتبقى ويل هاف باي ذا تايم مستقبل، اهو باي ذا تايم هو المستقبل التام، اه قبل ما توصل هناك هيكون كل شيء انتهى مستقبل تام. الجمله 109 هتبقى جيف هي لوكد هو يبدو از اف، قلنا از اف وازو، از اف وازو معناها كما لو، از اف وازو كما لو، تاخد جيف ماضي بسيط اما معناها كما لو وياتي بعدها ماضي بسيط ما تنسوش. اما الجمله 110 هتاخد باي، الجمله 110 باي تمام، البوليس يتجه فعل اشياء باي ذا بوك، يعني ايه يا جماعه كلمه باي ذا بوك؟ معناها بالنظر او بالتحري، خلاص خلاص عشان تبقى عارف ده تعبير ثابت تمام كده. الجمله اللي بعد كده بعد ما قلنا باي ذا بوك اه بالنظر او بالتحري، بعد كده الجمله رقم 111 هتبقى لوزينج، هتبقى 111 هتبقى لوزينج، اه طبعا I never buy، انا مش هشتري الجوانتي الغالي ده لاني دايما اه بفتقده، يبقى عندي هنا بقول شيء مزعج، لو شيء مزعج ياتي مع always تمام، ياتي مع always مضارع مستمر، ياتي مع always مضارع مستمر، لو شيء مزعج ياتي مع always مضارع مستمر. الجمله 112 هتبقى would، هتبقى would، would shout even though تمام على الرغم، كلمه even though معناها على الرغم. الجمله اللي بعد كده had been walking، had been walking طبعا مش هينفع انسيستون يا جماعه في 12 عشان انسيستون عايز اي ان جي، اما بعد كده had been walking حدث تم في الماضي تمام اه واستمر مده يبقى ماضي تام مستمر. كمل كده الجمله في 113 عندما اللايتنينج البرق اه استراك ضرب البرق تمام اشتغل يعني جامد. الجمله 114 buying recommend اي ان جي، الجمله 115 هتبقى provided، الجمله 116 هتبقى اب، الجمله 116 هتبقى اب توك اب اشتغل يشغل وظيفه توك اب، الجمله 117 هتبقى اباوت كومبلين اباوت يشتكي من اصحابه، اصحابه في الشقه اللي هم الفلات ميتس، كومبلين اباوت يشكو يشكو من شخص او من مشكله. الجمله 118 وود هاف هاد، وود هاف هاد تمام ولا لا؟ انا بقول في 118 في عام 1970 في السبعينات شي وود هاف هاد، كانت بترتدي الفلورد تراوزرز لايك everybody، كانت بترتدي الحاجات دي تمام زيها زي الايه البناطيل ايه الفلورد دي اللي هي البناطيل الواسعه زيها زي مين زي الباقيين، خلاص وود هاف تمام في التاريخ ده وود هاف بي يا جماعه. هنا بيقول لك اعطيك انه اعطيك تاريخ بتكلم عن فتره تاريخ ماضي، فما ينفعش اخد واز يوزد تو عايز اي ان جي تمام، ويوزد تو بس عايزه مصدر، ويوزد تو عايزه مصدر، يبقى باخد وود هاف بي بي بيحل محل الماضي البسيط او بيحل محل الماضي التام بمعنى اضل ان في الفتره دي كان بيحصل كذا تمام حبايبي. الجمله 119 هتبقى ليجد يسرب المعلومات دي سربت، المعلومات تعامل معامله المفرد عشان كده خدنا واز. الجمله 120 هتبقى اندر تمام، اندر ذا امبريشن معناه ظننت، اي ووز اندر ذا امبريشن معناه يظن او يعتقد. الجمله 120 هتبقى تشير، الجمله 121 هاد ات بن معناها بدون، هاد ات بن معناها بدون. الجمله 122 هتبقى جود، 122 هتبقى جود، 23 ريزنت تمام اللي هو معناها فائض عن حاجه العمل، حلوه قوي الجمله دي. الشركه اضطرت انها تعمل تخلي 30 عامل تسرعهم ما تخليهمش يشتغلوا تمام، تاخد سي معناها فائض عن حاجه العمل او تفصلهم عن حاجه العمل تمام يا حبايبي، تخلي العمال تمام ريدنت اللي هي معناها فائض عن حاجه العمل. الجمله 124 انزل معناها في انه، خد بالك في معلومه بتقول لك ان زت ما بتاخدش حروف جر، لا ممكن تاخد تمام، معناها في انه لما اجي اقول لك اي هاف ا جود بريكفاست انا باخد فطار كويس جدا، اه انزل تمام اتس جود انزل وده كويس في انه تمام، اي 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 دونت فيل هانجري لم اشعر بالجوع اول دي طول اليوم، خد بالك يا حبايبي انزلت في قاعده بتقول لك انزلت ما تاخدش حروف جر، لا ممكن تاخد، يبقى معناها في انه
تمام. بعد كده الجملة 25 هتاخد would. تمام. if only، اتمنى ان الناس فقط يكونوا اكثر مراعاة لشعور الاخرين، considerate، يراعوا شعور الاخرين. دايما if only، اما بيجي وراها لو would لا could. طب هنا ما فيش could، باخد مين؟ would. تمام. بعد كده ننتقل للجملة الاخرى I suggest. تمام. I suggest فاعل مصدر، I suggest فاعل مصدر، يبقى you read. الجملة رقم واحد هتبقى for، it's important for. الجملة اللي بعديها هتبقى lie. الجملة اللي بعديها هتبقى make، make electricity، يولد الكهرباء. تمام. اللي هي الجملة رقم 3. اما الجملة رقم 4 almost تقريبا، الجملة 4 almost تقريبا. الجملة 5 هتبقى make. الجملة 5 هتبقى ميك. بعد كده الجملة رقم 8، الجملة رقم 8 هتبقى هاف فينيشد. هاف فينيشد يا جماعة، أي رابط يا جماعة يجي قبله أمر أو مستقبل يجي بعده مضارع بسيط أو مضارع تام. الجملة بعد كده رقم 9 هتبقى ميد، هو اشترى بدلة مصنوعة من، ميد اسم مفعول، أي كلمة على وزن مفعول تصريف تام. الجملة رقم 10 وهنا صفة طبعا، الجملة رقم 10 راذر ذان، راذر ذان ما تنساش بدلا من، اما لو اذر ذان بالاضافه الى. الجمله رقم 11 هتبقى بيكوز بمعنى لان. الجمله رقم 12 هتبقى بروفايدز. تمام. وات سورت، ايه نوع الوقود؟ بروفايدز اللي بيزود. تمام. موست اوف اور انرجي ريكويرمنتس اللي بيكفي او بيوفر. تمام. الحاجه معظم متطلباتنا، يبقى عندنا بروفايدز. تمام. بعد كده از يوزد تو، تستخدم الطاقه، ذا ويند انرجي طاقة الرياح، is used to، تستخدم. الجملة رقم 14 تمام بيقول لك كلمة ايه local تعني ايه، اقول له relates مرتبط بمكان معين، relate to مرتبط ب، relates to مرتبط ب particular place. بيقول لك كلمة local دي تعني ايه، انا اخد سي شيء مرتبط بمكان معين. تمام. بعد كده الجملة رقم 15 انا اخد 2 hour unit 1 رقم مفرد. تمام. بعد كده الجملة رقم 1 انا اخد give. الجملة رقم 2 انا اخد do. الجملة رقم 3 هتبقى year. تمام. every year، أيوة تعني every year. بعد كده الجملة رقم 4 هتبقى is. الجملة رقم 4 هتبقى is. الجملة رقم 5 هتبقى is produced، ينتج. الجملة رقم 6 هتبقى beginning، هتبقى beginning. بيقول لك الحروف بتيجي في بداية الكلمة بنسميها البريفكس، بتيجي في البداية البريفكس البيجينينج، أما السفكس بتيجي في إيه، في النهاية. أما بعد كده رقم 7 at regular time، في أوقات منتظمة. I think، أعتقد الشباب ينبغي أن be fed، يطعموا في أوقات منتظمة، ودايما قبل الوقت بناخد مين؟ آه. بعد كده الجملة اللي بعديها الجملة 8 هتاخد رونجلي، معناها بشكل خطأ. كلمة miss تعني رونجلي. أما الجملة رقم 1 هتبقى off، think of أو think about، ولكن هناخد off. الجملة اللي بعديها brought، هنا brought up هو ربي بواسطة جدته brought up. الجملة رقم 3، الجملة رقم 3 هتاخد هتبقى part، هذه الأيام السيدات يسمح لهم أن يشاركوا في الحياة العامة، take part، يشارك فيه، بتساوي participate in طبعا، يشارك فيه. الجملة اللي بعديها includes، التقرير ده يتضمن، includes يتضمن، قلنا مع التقارير، مع القوائم، مع الأسعار. تمام. بعد كده الجملة اللي بعديها هتبقى visiting، هتبقى visiting professor زائر إلى الأكاديمية الأمريكية. حبيب قلبي خد بالك، زائر على وزن فاعل، اي كلمة على وزن فاعل تمام نشتغلها كصفة بآي ان جي. الجملة رقم 6 هتبقى فور، الجملة رقم 6 فور. الجملة رقم 7 هتبقى اون. تمام. اون اون ماترز، طبعا بيقول لك الدكتور عايش عبد الرحمن كده بتكتب كتيرة اون، دي يونت 3 اون، ها اون كتب عن، اون بوكس اون او ايه اباوت. تمام. بعد كده الجملة اللي بعديها هتاخد اباوت، ام نوت شور اباوت، انا لم اكن متأكد بشأن كذا. تمام. الجملة رقم 9، الجملة رقم 9 هتبقى I do. رقم 9 هتبقى I do. حلو كده الكلام، I do، I think، أعتقد كرة القدم كذا، قالوا أنا التاني أعتقد ذلك. طب إمتى أيام لما يكون في صفة، أما هنا ما فيش صفة، أنا بأكل، قالوا أنا التاني بفعل ذلك، I do. ما دام فعل أساسي يبقى ناخد I do. الجملة رقم 10 هناخد published، طبعا نشرت، لو ما فيش was كنا خدنا come out، لو ما فيش was يبقى come out. الجملة رقم 11 تمام هتبقى اون، تاريخ يوم يبقى اون. طب بورن انتو، قلنا مع العائلات، طب بورن ان مع الشروط والاماكن والسنين. تمام. كل ده كان في يونت 7. الجملة رقم 13 هتبقى تيك، الجملة رقم 13 هتبقى تيك. يبقى كده عندي الجملة رقم 12 هتبقى لوك. تمام. بليز من فضلك لوك ابحث عنها. اما الجملة رقم 13 هتبقى تيك.
تيك مي تيك اوفر، يتولى المسؤوليه. تمام. الجمله رقم 14 هتبقى ايه؟ 14 هتبقى تو، 14 هتبقى تو. الجمله 15 هتبقى تيكس، تيك كير، يهتم بيه. الجمله رقم 16 هتبقى تيك، لو انا مليونير اي وود تيك ا هوليداي، وود تيك. بعد كده بيقول لك عندما يقع زرار من قميصك، دي الترجمه يا حبيبي. تمام. انت بالطبع تطلب ابره وخيط، تطلب ابره وخيط او تحتاج ابره وخيط لكي تثبت ذلك. تمام. فهل سألت نفسك تمام من اخترع الابره؟ خلاص. وحتى متى اخترعت؟ الاجابه سوف تكون لا. اكيد ما سألتش نفسك قبل كده، ولا تمام، ولا في يوم فكرت في ذلك ابدا. وببساطه ان الابره وكذلك العديد من الاختراعات الاخرى اصبحت جزء كبير من حياتنا اليوميه، لدرجه ان احنا نعتبرها امر او جزء من حياتنا. خلاص يا حبايبي، ادي وقف الفيديو واسمعها مره واثنين واكتبها براحتك، دي ترجمه حلوه. خلاص، عشان بقى كده في رايتنج وفي تشويس شغالين على كله. تمام. الجمله رقم واحد تمام هتبقى تو، ديليفر تو، يسلم الى. الجمله رقم اثنين هتبقى لف، طبعا اي لف تو، اودي ذلك. الجمله رقم ثلاثه هتبقى تو هيرنج، ثلاثه تو هيرنج، لوك فورورد تو اي ان جي. الجمله رقم اربعه هتبقى سي، فعل سياره، عشان دي انت عايزه مصدر. تمام. بيقول لك امتى انت او اين انت رايت هذا الاعلان. الجمله رقم خمسه تمام، الجمله رقم خمسه هتبقى جوفرنريتس، محافظات، محافظات مصر اللي هم 26 طبعا. الجمله رقم سته، الجمله رقم سته هتبقى هارد ورك، الجمله سته هارد ورك، اتس ريلي هارد ورك. تمام. عمل صعب. تمام. ما ينفعش توصف لان ده اسم لاي عد. الجمله رقم سبعه هناخد بي، بس نقول ايه؟ اي ديسايدد اي وونتد، عندما تخرجت انا قررت ان انا عايز اكون. اي وونتد هناخد بي ونحط لها اي، تبقى اي وونتد. خلاص كده حلو. طب يا مستر اللي حافظ يقول لك ديسايد عايز اطول مصدر. لا يا حبيب قلبي، ما انت لو خدت ديسايد تو يبقى عندما اتخرجت انا قررت تو وونت ان اريد، كمل تو بي ان اكون، في حاجه اسمها قررت ان اريد ان اكون، خطا تماما. انا قررت ان انا عايز اي وونت. الجمله دي حلوه حلوه لان اللي حافظ هياخد ديسايد تو المصدر، ولكن لو خدناها ديسايد تو المصدر هتلاقي ان المعنى مش هيمشي. قررت ان اريد او ان انا عايز، لا مش هينفع. يبقى عندي هنا بقول ايه؟ wanted، هتبقى اي wanted ونختار رقم بي. اسمعها مره واثنين والجمله دي مهمه. بعد كده الجمله رقم 8 هتبقى اوف، طبعا ستارت اوف، ينطلق ويبدا. الجمله 9 هتبقى فور، الجمله 9 هتبقى فور. الجمله رقم 10 هتبقى اون، الجمله رقم 11 هتبقى ويز، الجمله رقم 12 تمام اي want، وانت تقول مصدر يبقى تو ديسايد. الجمله رقم 13 بارتنر، شريك. الجمله 13 بارتنر، شريك. الجمله 14 هتبقى تمام هتبقى كونتراكت، انا وقعت العقد كونتراكت. الجمله بعد كده اولزو، اه حلو قوي الجمله دي اولزو، بيجي بعديها جمله كامله. يا مستر دي اي ان جي، يا عم استنى. رانينج يور اون بزنس، اداره عملك الخاص بيك، اكتب عليها واحد. حط دايره على از، اكتب على از اثنين. اكتب على هارد ورك ثلاثه. إدارة عملك يكون عمل صعب ولكنه ممتع، يبقى ناخد اولزو. يا مستر ما ناخد ديسبايت، عايز اي ان جي. يا حبيبي صح، مش كل اي ان جي يا شباب تقول عليها اسم، لو جاء بعد الاي ان جي ها فعل يبقى الاي ان جي كلها فاعل. يبقى عندي الجملة 16، الجملة 16 يبقى تاخد 4، الجملة 4 مناسب ليه. الجملة 17 هناخد سكسيد ان بتساوي مانج تو، سكسيد ان اي ان جي. الجملة 18 هتبقى هافنت عشان سينس. الجملة رقم 1 تحت هتبقى 4، 4 سنشرز منذ كورونا. الجملة اللي بعديها هتاخد اون. تمام؟ الجملة بعد كده انا في صفحة 199. تمام؟ الجملة اللي بعد كده هتبقى ات ايه؟ التوب، تيكو فترة، تول مصدر، سبندو فترة اي ان جي. بعد كده الجملة اللي بعديها ايفر، طبعا حلو قوي قوي. ايفر تاتي اخر كلام وبعدها تصريف ثالث معناها لم يسبق من قبل، يا خبر ابيض. ايفر بتيجي في اخر الكلام وبيجي بعدها تصريف ثالث، يا لم يسبق من قبل. خد بالك وادي التفضيل اهو مدفن عليه. الجمله رقم كام؟ سبعه ريتشز. الجمله رقم سبعه هتبقى ريتشز، يصل الى، حلو قوي ريتشز، لان الرايف طبعا عايز حروف جر، يصل الى طول كذا. الجمله اللي بعديها هتبقى بيلت، ها ايفر وتصريف ثالث. الجمله رقم تسعه هتبقى لوست، هتبقى لوست. الجملة رقم 10 تمام هتبقى از. الجملة رقم 11
هتبقى نو وورد، الجمله رقم 11 نو وورد ان اور، تمام، بيشيل ايه 75000 راكب في الساعه، ان اور في الساعه، يبقى ما فيش حاجه ان وورد على طول، تمام، ان اور على طول. الجمله رقم 12 هتاخد دريلنج ارض حفر ضخمه، جاينت دريلنج ارض الحفر الضخم. الجمله رقم 13 هتبقى بيرفكتلي شيب، حال وتصف الثالث يعملان كصفه، حال وتصف الثالث يعملان كصفه. خلاص كده، خلاص كده حبايبي. الجمله رقم 14، الجمله رقم 14 اكسكافيت معناها ينقب، تمام، معناها ينقب، بيقول لك الارض المنقبه المحفوره، يعني محفوره على وزن مفعول تصف ثالث. الجمله رقم 15 اكستند يمد، في خطط ان يمدوا خطوط المترو، تمام. الجمله رقم 16 هتبقى ايه؟ هتبقى اون 16، هتاخد اون قبائل البترا، ستود اون تريد روتس، كانت بتعتمد على الطرق التجاريه، دي اسم قبيله زمان في عمان. الجمله رقم 17، تمام كده حبايبي، هتبقى انهابيتنس سكان. الجمله رقم 18 هتبقى ليست، ات ليست معناها على الاقل، اما ات لاست معناها اخيرا، اما ليست دي قاعده، ليست دي خدناها قاعده في كتاب اكسلنت في تمام في الربع الاولاني كده من الكتاب، دي قاعده، قاعده ليست، تمام، معناها خشيه ان. الجمله 19 تمام هتبقى مي. الجمله رقم 20 هتبقى اوف، طبعا انا بعيد عن البيت الان، ايم اوف، خلاص اغادر اشوفك فيما بعد. الجمله رقم 1 هتبقى بلانت. الجمله رقم 2 هتبقى ريزونز اسباب. الجمله 3 تمام، الجمله 3 بليز، تمام، بليز كل ورقه، ليف يعني ورق، ورقه شجر بتلعب دور هام، تمام، يبقى عندي هنا ليف. الجمله رقم 4 هتبقى اوي. الجمله 5 هتبقى اب، كاونت اب، اكتب يا حبيبي كاونت اب يعد تصاعديه، كاونت داون يعد تنازليه، اكتب يا حبيبي، وفي كاونت اون يعتمد على سودي بند اون، تمام، كلام جامد والحصه مهمه النهارده، تمام. الجمله رقم 6 هتبقى بي تيوبس انابيب. الجمله رقم 7 هتبقى تاي ربط، تمام، تاي تو يربط فيه، حلو قوي كلمه ستيك، معناها وتد او عصايه بندقها في الارض كده عشان ايه الشجره ما تمدش، خد بالك، خد بالك من الكلمه دي، تمام. الجمله رقم 8 نايزر نور. الجمله 8 نايزر نور. الجمله 9 اند سو، وكذلك، والله اسمها وكذلك، اند نايزر واند سو، اند سو في نهايه الجمله المثبته، اند نايزر في نهايه الجمله المنفيه، وياتي بعدهم فعل مساعد ثم فاعل، از ذا رين فول، سقوط المطر. الجمله رقم 10 تمام هتبقى دو نو، ديماند تو المصدر. الجمله رقم 11 هتبقى اون. الجمله 11 اون على سطح الارض. الجمله 12 هتبقى لاي. الجمله 13 هتبقى اوفر، اوفر ذا ييرز، عبر السنين من تعبيرات المضارع التام. الجمله رقم 14 تمام هتبقى دن. الجمله 14 هتبقى دن تمام. الجمله رقم 15 ات ساوندز لايك، قلنا ساوند عشان لايك معناها يبدو. الجملة 16 هتبقى didn't. الجملة 16 didn't، اه حلو قوي قوي قوي. I wish I had won، يا ريتني كنت فزت ولكن I didn't. I wish I had بتختم بماضي بسيط. I wish I had بتختم بماضي بسيط. يا ريتني كنت عملت ولكن ما عملتش. يا ريتني كنت عملت ولكن ما عملتش. خد بالك الندم بيختم بماضي بسيط. الندم بالماضي التام. I wish I had، أنا كده بندم. طب لو قلت ايه؟ لو كملت يا ريتني كنت كسبت ولكن انا ما كسبتش. وصلت؟ عشان انت تبقى عارف. خلاص كده حبايبي؟ يبقى اي ويش ايه؟ اي هاد. خلاص كده يا جماعه؟ بات اي ديدنت. اكتب كده اي ويش اي هاد زائد البي بي بات اي ديدنت. يا جماعه ده ندم، والندم بندم على حاجه عملتها في ايه؟ او ما عملتهاش في الماضي. فانا بقول اي ويش اي هاد دون، يا ريتني كنت عملت ولكني في الاساس ما عملتش في الماضي، والماضي ديدنت. خد بالك من الجمله دي. ما اقولش اي هادنت او ديدنت، خد بالك عشان في ناس بتحلها هادنت، خد بالك، خد بالك من الطلبه اللي بيحلوها هادنت غلط طبعا، بات اي ديدنت، خد بالك في طلبه بتحلها غلط. الجمله رقم 17 انفستيجيتنج، اه دايما بيتحروا العلماء، دايما بيبحثوا عن الاسباب. الجمله اللي بعديه اد، قلنا مع الاسعار والسرعات ياتي حرف الجر اد. الجمله رقم 19 هتاخد اوفر. الجمله 20 هتاخد اد. 21 كين، كين اون، ولو جه وراها مصدر يبقى كين تو. الجملة ايه؟ 21 اكيوز اوف، متهم بي، اكيوز اوف، قلنا بتساوي تشارج ويز، بتساوي تشارج ويز، يتهم بي. الجملة 22 ديد اي. الجملة 22 هتبقى ديد اي. الجملة 23 ليف اوت، يترك، تمام، يترك او يتخلى عنه. بعد كده الجملة 24 تمام. الجملة 24 خلصنا 23، ودلوقتي هنروح صفحة 201.
صفحه 201 هتبقى بوستد. حلوه قوي الجمله دي، بوستد يتفاخر طبعا. تمام، هنا عندي بوست اللي هي بالاو اي يتفاخر، اما بي بقى دي معناها يرفع او يقوي او يعزز. فوق رفع الولا فوق، اب اهي رفع الولا فوق بيلعب معاه بيهزر معاه. تمام، رفع عشان يجيب له ايه تفاح، يبقى بي. اما يعزز او يفتخر الاولى، احنا هناخد الثانيه. خلاص كده حبايبي، تمام. عارف التمارين هتتحل دلوقتي على ايه؟ اكتب من فوق. تمام، تمارين على كلمات المنهج ولكن بمعاني اخرى. الله يا مستر، حلو قوي الحته دي. خش بقى رقم اثنين، انا اخد مين؟ انفكتد. انا اخد انفكتد، انا جايب معنى اثر، ها؟ بمعنى اثر فيه زي افكت كده. الجمله اللي بعد كده هتاخد بوست الاخيره بمعنى سلم او مساعده او دعامه بيساعده، بالرغم ان هي معناها يقوي. وحلو قوي الجمله بادئه بينج، هنا بينج معناها بما انه. تمام، وياتي بعدها صفه، فاكرين؟ تمام. الجمله رقم اربعه هناخد مين؟ اربعه انفكشس بمعنى معدي. الجمله رقم خمسه هناخد مين؟ هناخد رياكتد رد فعله. الجمله رقم سته هناخد ويكلي روتين، روتين الاسبوعي. ام ايجر تو، انا متحمس ليه. تمام، الجمله رقم سبعه، تمام، الجمله رقم سبعه هناخد ذا بيست، التفضيل عرض عليه ولكن هو كان افضل واحد كانديديت متقدم لهذه الوظيفه. ذا بيست واز ذا بيست. طب امتى بيست؟ لو جاء قبلها فعل غير تو بي، ودي خدناها فين؟ تو، بحب بابا اكتر من كل، فاكر المثال ده؟ تمام، الجمله رقم 8 هتبقى سل معناها خليه او زنزانه، خليه او زنزانه. الجمله رقم 9، تمام، الجمله رقم 9 هتبقى دايت، ماشي على نظام غذائي، 9 جو اون دايت. الجمله رقم 10 هتبقى رياكت، كان رد فعل. الجمله رقم 11 تبقى سيفر معناها قاسي وشديد. الجمله رقم 12 هتبقى ديجينج، 12 اسبند فتره اي جي، شويه جمل حلوين. الجمله بعد كده رقم 13 هتبقى ويز ا نايف، لو ما فيش بقى كنا قلنا باي. الجمله رقم 14 هتبقى تو بريفير اي جي، تو اي جي بريفير اي جي، تو اي جي اهو. الجمله 15 هتاخد ايه؟ هتاخد سي طبعا، وش تو بهند دي هي سيرفيس، معناها ايه بقى اندر سيرفيس؟ في الحقيقه، خلاص، في الحقيقه هو مبدع، كرييتيف مبدع. تمام، الجمله رقم 16 هتبقى سيبريتد منفصله، الجمله 16 هتبقى منفصل. الجمله رقم 17 تمام هتبقى هارد، في قلب العاصمه، حلوه قوي 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 الجمله دي. تمام، الجمله 18 انا قلبت الصفحه، الجمله 18 هتبقى برين، العقل المدبر، هو بقى المخ اللي بيفكر في الشركه. تمام، سرير ايه؟ برين. تمام، الجمله 19 اوبريت، يشغل، اوبريت يشغل. تمام، وخدنا ستارت قبل كده يشغل، اكتبها بالله عليك، قلناها لسه من شويه. الجمله 20 لايز، الجمله 21 سلم، سل غرفه حبس او زنزانه. الجمله 22 اميون، دي جامده جامده، محصن. طب ما خدناش ليه اميون تشيلدرن او اميون بيبول؟ لان الصفه اميون لا ياتي بعدها اسم. اضرب واكتب وادعي لي حبيبك، انا بالله عليك ادعي لي. 23 تمام، 23 فايرال، طبعا ده كل الاخبار انتشرت، جو فايرال، ينتشر عبر الفيسبوك. وانس اول ما عملت تويته كده انتشر فايرال، وفايرال دي الصفه من فيروس، يا بختك يا اللي بتكتب. الجمله 24 اميون، الجمله 25 الاوينج تحسبا، الله على الجمله دي، الاوينج فور تحسبا، يحصل تاخير في المرور، الاوينج، الله على الاوينج معناها تحسبا. الجملة 26 هتاخد تمام اريا، مساحة ايه؟ اريا، وش توب 5 دي هي اريا معناها مساحة. 27 انا هاخد كورس، غير مسار حياتها، ذا هول كورس، كل المسار. 28 انا هاخد اورجن، يشتغل بمعنى اورجن، هنا يشتغل بمعنى ايه؟ عضو. تمام، المجلة دي فانكشنز وظيفتها انها العضو الرئيسي، العضو الرئيسي اورجن، وهفاجئك بمعنى اخر لكلمة اورجن دلوقتي. بعد كده اميون اكوردنج تو، طبقا لي. الجمله 30 هناخد مين؟ ثرو. تمام، اي سو سام وان ثرو، يا حبايبي سو عاقل مصدر او اي ان جي، مفيش اي ان جي طبعا، دي از رونج، اما اي ان جي اما مصدر، هناخد ثرو. الجمله 31 هناخد كود. الجمله 32 هناخد وود، وود يو مايند، اي ان جي. تمام، الجمله 33 هناخد ماست. الجمله 34 تو بينج تيكن، هل انت بتعترض على اوبجكت تو؟ يعترض على اوبجكت تو، يعترض على تمام بينج والتصريف الثالث. الجمله 35 سل، مسجون، اغلق عليه غرفه الزنزانه. اكتب يلا من تحت، اكتب يلا. اي نو
نو لا اعرف فور وافتح قوس اي نو فور وافتح قوس ذات شرطه ويتش شرطه وات اقفل قوس تمام هي ماريد هير هي ماريد تزوجها ماريد هي ماريد هير فور هير ماني يبقى الحل مين وات يبقى الحل مين وات تزوجها من اجل ما تملك من اجل ما تملك خلاص بيقولوا انا عارف من اجل ما هو تزوجها انت عارف هو اتجوزها فور وات من اجل ما خلاص من اجل ما هو انت تمام بيقولوا انا عارف تمام ايه فور وات هي ماريد من اجل ماذا هو تزوجها يعني ليه تزوجها فور وات دي اللي هي واي يعني طب ما خدناش ليه واي ما بقول لك في فور يبقى معايا وات الجمله رقم 36 هتبقى الاورجن عضو تمام بس هنا جايه اورج الاله الموسيقيه الاورج اله زمان ميوزيك انسترومنت الله مش بقول لك كلمات المنهج بس بمعاني اخرى الجمله اللي بعد كده كاركتر معناها تميز هنا جايه مش شخصيه جايه تميز الجمله رقم 38 اكت جايه اكت معناها تمام دوره او شخصيته الجمله 39 هتبقى ايه دميز تعويضات تعويضات اسم لا يعد ولكن لو خد اس يبقى معنى تعويضات اما كلمه انشورانس كامباني معناها شركات تامين الجمله 40 هتبقى زس الجمله 40 هتبقى زس الجمله 41 هتبقى هاد تمام هاد فاعل بي بي تحل محل اف حاله تالت هاد فاعل بي بي تحل محل اف حاله تالت تمام يبقى هاد الجمله رقم 12 42 هتبقى مي لا جامده تو بعد اي حرف جر يجي ضمير مفعول يخصني 43 تو هيلب اسك مفعول تو المصدر الجمله 44 هتبقى ايفنت تمام ان ذا ايفنت اوف معناها في حاله واخر كلمه emergency الطوارئ 45 extract يستخرج الجمله 46 survive تمام يتعايش او يظل على قيد الحياه الجمله 47 celebrating يحتفل الجمله 48 amount to حلو قوي يصل لحد الى يصل لحد الى يصل الى حد كذا يعني tradition معناها تقاليد by tradition بالتقاليد عندنا العروسه بتلبس ابيض تمام white dress الجمله 50 popularity شعبيه الجمله 51 no amount تمام ولا كميه من الاقناع ده كله تجعله يوافق ده هي عنيده ولا اي كميه من الايه اللي انتوا بتعملوها ولا اي كميه ولا حتى اقل كميه ولا اكبر كميه 52 ريزون الجمله 3 الجمله 52 ريزون مبرر او سبب الجمله 53 رير نادر الجمله 54 هتبقى اماونت كميه تمام الجمله 55 هتبقى سكسيد بمعنى ينجح او يخلف ينجح او يخلف او يورث تمام الجملة 56 هتبقى ريتش اوت اوف ريتش بعيدا عن متناول الاطفال اوت اوف ريتش الجملة 57 هتبقى هيتنج الجملة 58 وات ان يا جماعة هاو زائد صفة اما وات او ان صفة اسم هاو زائد صفة اما وات او ان صفة اسم وات ان الجملة 59 هتبقى سولوشن السمن سولوشن اللي هو محلول الملح حلو قوي يا جماعة الكلمة خد بالك منها محلول الملح سلوشن مش معناها حل دي معناها محلول الجمله اللي بعديها هتبقى هتبقى ايه اوشن ان ا دروب ان ذا اوشن معناها شيء قليل جدا لا يذكر ده تعبير ثابت يا نهار ابيض 61 61 هتبقى ايه هتبقى طبعا الجمله نايزر معناها ولا لسه قايلينها من شويه نايزر ولا نتين الجمله 62 هتبقى اور عشان نفي اوعى تقول لي اند and زي or بس or بيجي قبلها نفي بمعنى where هي ولا بتقرا ولا بتكتب يبقى or ما ينفعش and يجي قبلها نفي الجمله اللي بعد كده eating الاكل الكتير الجمله 64 verbs مجموعات متنوعه من الاسماك مجموعات متنوعه الجمله 65 هتبقى original plan original plan هذه ليست الخطه الاصليه ما ينفعش اقول ايه هذه ليست الخطه التي تكون اصليه يعني لو هي مش الأصلية كان قال له هذه ليست الخطة الأصلية مش هذه ليست الخطة التي تكون أصلية كان قال له هذه تمام كان قال له this plan which isn't original isn't original لو أنت عايز تمشيها بويتش تمام ولكن هي الخطة الأصلية هذه ليست الخطة الأصلية أما الجملة 66 heal up تتآكل تمام تتآكل healing up 67 predicted to grow المتنبأ به أن تزداد متنبأ به أن تزداد الزيادة الكبيرة في العالم أو في السكان تنبأ به اسم مفعول تو جرو تمام؟
بعد كده الجملة 68 احنا قلبنا الصفحة، الجملة 68 هتبقى استاف اعضاء الهيئة، بس هنا ان يفيون بقى هلسي لا هناخد الاولى استاف اشياء، اما استاف دي اعضاء الهيئة، اشياء في العربية هناخد الاولى استاف بمعنى اشياء تمام او شيء محشي. بعد كده كروبد طبعا بقول لك ايه الغنم الجيران اكلوا الحشاش، كروبد ياكل او يتاكل. الجمله رقم 70 الليف ستوك الماشيه تاخد الاخيره لان الماشيه تشتغل مفرد وجمع فاي وبي. الجمله 71 هتبقى بروديوس، هنا بروديوس كل منتجات المزرعه تباع طبعا هنا بقول بروديوس، طب ما خدناش غير الاولى والثانيه يا حبيبي بقول لك تباع حط على الاز، يبقى انا عايز مفرد، انا عايز مفرد يبقى بروديوس تمام. بعد كده الجمله 72 هتاخد انتروديوسد، الخبير قدم التكنيكس الطرق. الجمله 73 ايرث لو الارض مرتبطه بالتربه فسوستين مرتبط بمنتين، ايه سوستين؟ يديم تمام، يديم منتين يحفظ، يديم يحفظ تمام خلاص كده. الجمله 4 يديم يعني يستمر يعني دايما يعني بيحافظ عليه عشان تبقى فاهم. الجمله 74 هتبقى كان يو فاشن، كان يو فاشن ممكن تصمم تمام تعمل لنا صندوق من الخشب، هنا فاشن جايه فيرب. الجمله 75 هتبقى سبيس الفضاء. الجمله 76 تمام طبعا تعويضات كومبنسيشن اللي في السطر الثاني معناها ايه؟ تعويضات، تعويضات يبقى الحل هنا 76 بي. الجمله 77 بريديوس تمام هي ما لقت الايه الباسكت من منتجات بروديوس تشتغل منتجات من منتجات الجنينه بتاعتها. 79 هتبقى كوز، 79 كوز القضيه الفلسطينيه، كوز تشتغل معنا قضيه وسبب. بعد كده الجمله 80 الكتريك. الجمله 81 تمام طبعا الكتريك هنا معناها كبير مش كهربي، معناها كبير، اكتب يا كبير اكتب يا حبيبي. 81 تمام هتبقى ايرن، ايرن طبعا هنا 81 ايرن زركيب معناها يكسب مالا. الجمله بعد كده ديسكريبشن طبعا تعرف عليه ديسكريبشن. الجمله 83 اي تولد انا اخبرت ان هذا الولد الواقف هناك، انا اخبرت ان هذا الولد، ما ينفعش اقول انا اي سيد، ما ينفعش اقول انا قلت هذا الولد، ما ينفعش انا قلت انا اخبرت، اخبرت الاشخاص اللي قدامي تمام. تولد بيبقى محتاجه المفعول في المعنى، في المعنى بتاع اي تولد انا اخبرت، ما ينفعش انا قلت كلمه انا قلت كده معناه انا واقف وقلت جمله كده مع نفسي، اما انا هنا معنى انا اخبرت حد معين. اي تولد انا اخبرت ان الواد الستاندنج، ستاندنج واقف هناك، واقف على وزن فاعل. الجمله اللي بعديها ماتش تخش على المقارنه. الجمله اللي بعديها كونتينت احتوت على رجال مطاف احتووا الحريق، احتووه اما حاجه بتحتوي على حاجه اما يسيطر يعني. بعد كده عندي كروب، انيو كروب بمعنى مجموعه، بمعنى مجموعه عشان تبقى عارف معناها ايه. الجمله 87 هناخد يو ار اولويز دروبنج، تستخدم اولويز مع المضارع المستمر، تستخدم اولويز معنا بالمضارع الايه؟ المستمر اولويز بس يفيد الازعاج، اولويز دايما مضارع بسيط بس في الازعاج تبقى اولويز مضارع مستمر. الجمله 88 ليفت الحدث انقطع يبقى ماضي بسيط، 89 في تاريخ يبقى سنس، طب ولو ماضي بسيط وتاريخ كنا خدنا ان. الجمله 90 هتبقى لينك، الجمله 91 افايلبل متاح، الجمله 92 سايتد حلوه قوي الجمله دي يستشهد تمام معناها يستشهد. الجمله يستشهد بشيء، يستشهد بواحد، يستشهد بقصيده شعريه تمام. الجمله 93 تمام كوميونيكيت تمام. الجمله 93 كوميونيكابل طبعا كلمه كوميونيكابل دي اللي هي معناها ايه؟ وكوميونيكيتد جاي من فعل كوميونيكيت، كوميونيكيت معناها يتصل بيه، فبقول كوميونيكابل دي صفه اكتب حبيبي بمعنى معدي، صفه بمعنى معدي خلاص. يبقى عندي هنا الجمله 93 دي. الجمله 94 هتبقى مسج، خد بالك في مسج وفي مساج، خد بالك بي دي بمعنى يفك عضله، يفك عضله اللي هو يدلك يعني، ولكن هنا بقول بمعنى راسلني خلاص. ناخد الاولى 95، الجمله 95 هتاخد جيت، يعني ايه جيت ذا مسج؟ معناها يصل او يفهم المقصود، جيت ذا كومبلكس ايه مسج تمام. الجمله 96 كوميونيكيت، يبقى خدنا كوميونيكيت وكوميونيكيت وكوميونيكيشن، هنا كوميونيكيت معناها ينقل او يوحي او يتواصل مع، ينقل او يوحي او يتواصل مع. الجمله بعد كده تايتل اللقب طبعا، لقب الوظيفه اللي انت عايز تحصل عليه.
دكتور تيتشر ان جوب اي وظيفه. الجمله اللي بعد كده 98 هتاخد ساوند بمعنى يبدو. ودلوقتي هنشوف الجمله 99 هتاخد دي. تمام، ماده في الدستور كونستيتيوشن معناها دستور. تمام، ايه بقول الماده في الدستور رقم 53 بتضمن الحريه للايه للدين. خلاص كده يبقى ارتكل انا ماده في الدستور اللي هو الدستور اللي بتمشي عليه اي دوله. بعد كده الجمله 100 ريكوردز، الجمله 101 قلنا ريكوردز، الجمله برضو اللي بعديها هير باست في 100 وتحتيها جمله مش واخده رقم هيبقى حلها ويز فيلد ويز مليئه بي مليئه بي. الجمله 101 سي سامثينج يقول شيء ما. بعد كده انسيست انسيست اون يصر على انسيست اون يصر على. الجمله رقم هنروح صفحة 207 هناخد ادفايز نصح، طبيب الاسنان نصح ان احنا نغسل اسناننا. الجملة 104 تشيلدرنز لو كان يا جماعة المالك مش منتهي باس يبقى ابوستروف اس اوعى تحسبها مفرد وجمع حسب شكل المالك. الجملة 105 هاد بين هاد بين عشان بريفيوس ويك، بريفيوس تشتغل ماضي تام اما لو لاست ويك تشتغل ماضي بسيط. بعد كده الجملة اللي بعديها زي هوملس المتشردين، زي والصفة تدي جمع الصفة. الجملة اللي بعديها ميد، ميد جاية في المجهول يبقى طول مصدر، ميد جاية في المجهول يبقى طول مصدر. الجملة 108 هتبقى باي، الجملة 108 صم بواسطة باي. الجملة 109 نيدنت مفيش داعي مفيش داعي. تمام، نيدنت بتساوي دونت هاف تو بس هنا مفيش تو طبعا. الجملة 110 تمام 110 حلو قوي، ابيل تو مي يروك لي يحلو لي يناسبني بستمتع بيه وتاخد حرف الجر تو. خد بالك منها الجمله دي حلوه حلوه حلوه، خد بالك من الجمله دي. اما الجمله 111 تمام 111 خد بالك عشان الجمله هنا فيها ايه عايزه تتظبط شويه. اكتب ورايا الجمله 111 ادي بقى هي ليفت مش هي نقط ليفت، هي ليفت لاست فرايداي مورنينج اي هافنت هيرد فروم هيم نقط. يبقى الحل هنا ممكن بقى مين بقى بعد هيم هنا بعد هيم تمام نقط سينس بعد هيم نقط سينس. يبقى في اللحظه دي ممكن اقول ايفر سينس وممكن اقول نو وورد. يبقى الحل الاخيره اذا جاءت سينس في اخر الكلام بمعنى منذ ذلك الحين وممكن تبقى سينس وممكن تبقى ايفر سينس، فممكن ناخد نو وورد وممكن ناخد بي فاي وبي صح. الجمله 112 ابريفيشن اختصارات، طبعا اختصارات السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ار مش از تمام هنا ابريفيشن اختصارات. الجمله رقم 113 يعني لغه الاختصار بتاعت الميديا قتلت اللغات الرسميه. بعد كده الجملة 113 communicate يتواصل مع أو يلبي حاجاتهم أو يعبر عن يبقى communicate. الجملة 114 message الرسالة clear وصل الرسالة المغزى من هذا الفيلم. الجملة 114 message. الجملة 15 deal agreed deal of agreed deal of في أول حصة قابلنا السنة دي قلت لكم معناها كثير من زي a lot of كده زي a lot of كده عشان تبقى عارف بقى بعد اسم لا يعد عادي. تمام، الجملة 16 هتبقى تايتلز. الجملة 17 ريسيف يستقبل ويحصل على تمام يستقبل ويحصل على. 18 تيون تمام. الجملة 19 جيفت. الجملة رقم 20 تمام هتبقى هيدلاينز اللي هي العناوين. خلاص العناوين بيقول لك قصة الميردر جريمة القتل كانت هامة جدا علشان تبقى هي العناوين الرئيسية لهذا المقال. تمام، الجملة بعد كده 121 هتبقى مين الأولى ان سيكشن في السكاشن بتاعة الجامعة في الشرح التطبيق في الإيه في المحاضرات. ذا أركيتكت المهندس درو ذا نيو شوبينج سنتر ان سيكشن. تمام، قسموا بقول ان سيكشن قسموا أو رسموا أو شرحوا عمليا مش بعرف يعني كلمة ان سيكشن اللي هو تطبيق عملي في الجامعة أو رسومات تمام أو في أقسام عشان تبقى عارف. انزل بعد كده ريكورد الجملة بعد كده الجملة 123 سايت ايجيبشن كان سايت دي اسمه منظمة. بعد كده ايميج الاعلانات بينوى بها ان تحسن الكامبرز ايميج الصورة الظاهرة للناس ايميج. الجملة 25 هتبقى فويسد بعض العلماء هاف فويسد كونسيرن تمام بقول اهتموا او صوتوا تجاه تمام او بينوا اهتمامهم تجاه. الجمله 126 كونكلوجن في الخاتمه توصلوا الى النهايه او الخاتمه. الجمله اي هاد تشينج فور انا عايز اغير عايز اعمل تغيير للعمله عايز اعمل تغيير للعمله عايز اعمل فكه. خلاص تمام، الجمله رقم 28 بارسلز علب صغيره او الترود عشان جايه هنا سمول معاها.
الجمله 129 كريدت سايز معناها ينتقد، تمام، ينتقد برسوماته سواء ايجابي او سلبي الانتقاد. الجمله 130 هتبقى البروفايل، الجمله والبروفايل خدناها في يونت 7 او يونت 8. الجمله 131 برزنتيشن، برزنتيشن التقديم اخدناها في يونت 8. الجمله 132 سكانت يفحص، مخ المريض كنا عايزين نعمل له فحص عشان نحدد المرض. الجمله 130 هتبقى كوليكت، يحضر او يجمع، بيحضر اولاد من المدرسه. 134 كاركتر. الجمله 35 تمام هتبقى كونكتنج، الرحله المكمله او الترانزيت بتاع الطيارات، تمام، مكمل اسم فاعل اي ان جي. بعد كده ديفولوبت، حلوه حلوه حلوه، تشتغل بمعنى يحمض فيلم لما تصور بالكاميرا كده وتودي التصوير ده او الكارت ده الى الاستديو بيعملوا عمليه تحميض. ديفولوب حلوه قوي، مش معنى يطور بس، لا، وتشتغل يحمض مع الافلام في التصوير. الجمله 137 سبورت، يدعم. طبعا بيقول لك ان التلوث ده، البحيره بقت اسد حمضيه ومليئه بالتلوث، يبقى ده بقول حمضي لدرجه لا يدعم. عرفت منين لا؟ من تو والصفه وتو، جدا لدرجه لا. الجمله 138 تمام. الجمله 138 الزلزال، سجل ريجستر، سجل 3 على مقياس ريختر، يبقى ريجستر يسجل. 39 كاركتر هنا بمعنى رمز خاص، دي معاني مختلفه الكاركتر، تمام، رمز خاص. الجمله 140 تو دو ويز، تو دو ويز معناها مرتبط ب، هاز تو دو ويز مرتبط او له علاقه ب. الجمله 141 هتاخد A وB، هتاخد A وB فعل تشيك، ياخد اجينست وياخد ويز، خلاص. الجمله 142 تاخد كونسلت معناها يستشير او يتحقق بالرجوع الى. الجمله 143 هتاخد ديجريدد، ديجريدد عكس ابجريد، ديجريد يا مستر، طب انا اخد داون جريد، لا، هنا معناها يضعف، هنا معناها يطور او يعلي، المعنى جاي هنا دي يعلي عكسها يقلل من شيء، يقلل. اما داون جريد هنا معناه يصنف عشان تبقى عارف، اما هنا ديجريدد. بعد كده 44 ابديت، يحدث، تمام. الجمله 45 توك داون، يدون، يدون العنوان، خدنا تيك داون وخدنا رايت داون وخدنا نوت داون، كل ده بمعنى يدون. الجمله 146 هتاخد ابجريدد، تمام. 46 ابجريد تو ميجر، تمام، هنا بقى جاي بمعنى ايه؟ يعليه بقى، ها، يرقيه عشان تبقى عارف المعاني المختلفه الابجريد. بعد كده عندي كلمه كوكي، تمام، بيقول لك اندهشت جدا، ادهشت خطيبها بقى، خلاص، بيقول لك محمد ادهش خطيبته الفاين سيدي ويز تشوكليت شيب كوكي، تمام، اللي هي بالكيكه الجميله او البسكوت الجميل بالشوكولاته. خد بالك برضو الكلمه دي خدها بمعنى معلومات، كوكيز او معلومات او بيانات، خد بالك المعاني المختلفه. 48 سبونسر، الراعي. الجمله 49 هتبقى البانرز، تمام، اللي هو ايه؟ اللوحات والاعلانات والحاجات دي، البيسفول ديمونستريتورز، المتظاهرين السلميين. الجمله 1 وكام؟ والجمله 50 اكسبيرينسد، يعايش او يمارس او يمر بشعور. 51 سنسيتيف، تمام، خطير تماما، معناها خطير او ذو ايه، تمام، او يعني ذو حساسيه عاليه جدا، خد بالك، تمام كده. يبقى عندي 51 ايه، تمام، ده موضوع خطير، الامن القومي ده موضوع خطير معانيها. الجمله 152 غير سنسبل، طبعا سنسبل معناها عاقل ومدرك، تمام، اما دي سنسيتيف طبعا ايه، خطير او ايه، ذو حساسيه عاليه جدا. 52 ابجريدد، 52 ابجريدد، الاقصر كانت مدينه عندئذ اتطورت الى كذا لمحافظه. 53 داون، تيك داون بمعنى يدون، 53 بمعنى تيك داون يدون. الجمله 54 تمام، 54 هتبقى تون معناها اسلوب، وتنفع نغمه طبعا، تمام. بعد كده الجمله 55 داون جريد، نيفر داون جريد، تمام، بيقول لك هنا معناها لا تحقر، يا نهار ابيض على المعاني المختلفه، لا تحقر من راي الايه؟ الاطفال، اسمع رايهم. بعد كده باي ومستقبل، يبقى مستقبل تام والهاف فينيشت. الجمله 57 اي لاف تو، عايزه تو المصدر، تمام. الجمله 58 باي ذا تايم. الجمله 59 وودنت هاف لوست. الجمله 60 الاو بدون مفعول اي ان جي. الجمله 61 هتبقى ماي، تامر نايم احتمال تعبان ومش شرط طبعا. الجمله 62 تمام هتبقى كفرد، تنفع ويز مغطى بيه وتنفع باي، اكتب كفرد ويز وباي عادي.
طب امتى كفر ان مغطى بشيء من اصله زي الشعر الحيوانات وللانسان لو حاجه من اصل الجسم كفر ان او باي بعد كده كفر باي ويز مغطى بشيء ليس من اصله خد بالك تمام كده عشان تبقى عارف انزل بعد كده 163 هتبقى بينج تولد doesn't like like عايز ing طف المجهول بينج والبي بي تمام بقول كمان ما بيحبش ان يخبر تمام ان يخبر ما يفعل خلاص كده طيب يعني ما يحبش ايه كمان doesn't like ما يحبش being told طب لو هي telling ما يحبش هو ما بيحبش telling telling مين تمام ان يخبر مثلا يخبر what to do ما يفعل خلاص كده حبايبي يبقى كمان doesn't like ما بيحبش being told ان يخبر ما يفعل يعني ما يحبش حد يؤمره عشان تبقى عارفين معناها ايه اما لو telling كان كمل بمفعول كان يقال لك كمان doesn't like telling you ما يحبش اخبارك بما يفعل خلاص كده طيب الجمله رقم 164 هتبقى such اسم موصوف الجمله 65 هتبقى begging توسل الجمله تمام 65 هتبقى needs cutting needs cutting قلنا قاعده need في المجهول حاجتين اما ing اما to be والتصريف الثالث اما ing اما to be والتصريف الثالث اما الجملة 66 هتبقى بيجينج يتوسل تمام كده ادي بيجينج بيتوسل وبيشحت في الشارع الجملة 67 بيقول لك شيرز بمعنى مشاركات او اسهم او حصص في شركات او اسهم تجارية في البورصة كل ده تمام الجملة 168 تونز طبعا يتناسب مع تشتغل لنا يتناسب 69 means تمام تقول لي your help means قول لي ان مساعدتك تعني كثيرا خلاص كده حبايبي تعني كثيرا اما الجملة 170 falling out 170 falling out طب ما خدناش ليه falling out with عايزة مفعول طب وما معنى fall out بمعنى يتشاكر 171 هتبقى بي و سي طب ليه get into بمعنى يبدأ او يهتم طب get on with ينسجم مع ويهتم المعنى واحد يبقى هنا ناخد بي و سي ناخد الاخيرة الجملة 72 bring back ماضيها brought back أعيد تمام أعيد أو تم إرجاعه إلى بعد كده الجملة رقم 173 الجملة 173 هتبقى big الجملة 173 هتبقى big يتوسل to differ تمام كده أو بقول معناها أسمح أن أختلف معك اسمح لي أختلف معك في الرأي أو أتوسل ليك اسمعني تمام دي المعاني المختلفة الجملة 104 بايل طبعا بايل كمية من الجملة 5 هتاخد فاير بمعنى يطرد تمام يطرد او تمام يطرد هنا او نار او يطلق نار the health minister وزير الصحة has come under fire from all sides because of the accident in the hospital تمام كده بقول حط الكل تحت ضغط هنا معناها الجملة 176 بنيز تمام بريز اللي هي معناها تنفس او نفس عايز ياخد نفس او نسمة من الهواء تمام كده حبايبي الجملة 177 races الجملة 178 treated the wood بقول هنا تعامل مع تمام الخشب with a waterproof تمام sealant A to protect it معناها حوط المنطقة الخشبية دي بمادة حازلة علشان ايه يحميها هنا treated يعالجها عشان تبقى عارف 79 بص 180 هتبقى waste معناها شيء سيء او نفايات او شيء مهمل تمام الجملة 181 هتبقى انتو 181 انتو الجملة 182 on it يمتلك الجملة 83 pockets تمام in some parts في بعض اجزاء الدولة there are pockets of violence بؤر من العنف والانريست والاضطراب تمام pockets طبعا عارفين عيلة pockets ده ها تمام ازاي يفهم بقى الجملة 184 treated الجملة 184 treated يتعامل مع او يعالج او يحل مشكلة الجملة الصفحة اللي جنبيها ودي اخر صفحة في الواجب هناخد gift الجملة 186 هتبقى piles تمام هتبقى piles الجملة بعد كده طبعا معناها يجمع او يعقد هنا جاية الجملة 87 bigger يفتقر او يشحت او يتسول ما ينفعش bigger تمام انا جايب هنا الايه هنا الفيرب او النون اما ده معناه التسول نفسه 188 جيت انتو بمعنى يرتدي او يهتم بيقول انا بستغرب وات بازلز ما يحيرني ازاي الشباب دول بيلبسوا البناطيل الضيقه دي
تمام. الجمله 89 مينينج فول، مينينج فول ذو معنى او ذو مغزى. تمام. الجمله 90 انا هاخد الاخيره 90 لانه بيقول له هي دازنت مين، دازنت مين يو او ما يخصكش، او دازنت مين فور يو او الامر لا يهمك، تمام، او لا يهم بالنسبه لك. فاي وبي صح. الجمله 91 ان تايم، 91 في الوقت المناسب، خلاص. الجمله 92 انتيل حتى. الجمله 93 فور فيرذر انفورميشن، من اجل معلومات اكثر. الجمله 94 هتبقى زير، زير كار عربيته، زير دي صفه ملكيه عايزه اسم يبقى زير كار. الجمله 95 تمام هتبقى ايتش اذر، كل منهما الاخر، ايتش اذر كل منهما الاخر، وخدنا وانا نظر طبعا في يونت 7. الجمله 96 ميني، ميني بيبول. الجمله 97 هتبقى ويل يو، ويل يو دونت فورجيت، ما تنساش، ويل يو اليس كذلك، ده امر يا جماعه، امر منفي يبقى سؤال مزير ويل يو وتحط عن استفهام. 98 هتبقى ميك، يحدد معاك ميك ان ابوينتمنت. 99 هتبقى از، تمام، ريجاردد از يعتبر ك. الجمله 200 ذا ايجيبشنز، المصريين، يقال ان المصريين، ذا ايجيبشنز، تمام يا حبايبي، تمام، ده كان واجب الكتاب. خلاص كده في اللحظه دي حبايبي ننتقل الى واجب اليونت، نروح مع بعض ونشوف واجب اليونت. ودلوقتي حبايبي هنروح نشوف واجب القصه مع بعض بالتحديد شابتر 7. يلا حبايبي الجمله رقم 1 هتاخد طبعا نمبر A، الجمله رقم 2 هتبقى C جيرس اوف غيور من، الجمله رقم 3 ريكفر يستعيد او يسترد، تمام، صحته مثلا او موقف ما او يرجع الى وعيه. 4 طبعا الجيت كيبر اللي هو صاحبك، تمام، اللي كان ماسك البوابه، تمام، ارليك. الجمله 5 هتبقى الدور مغرم ومحب. الجمله 6 هتبقى ليف. الجمله 7 واسبر يوسوس او ايه يوشوش. الجمله 8 كيب اواي. الجمله 9 هتبقى كلاين اللي هو العميل. بعد كده الجمله رقم 10 هتبقى ديسمس يطرد اللي احنا خدناها قبل كده فاير. الجمله 11 هتبقى نمبر بي. الجمله 12 هتبقى سي غير صار، تمام يا حبايبي، اللي هو الطعام الغير مطبوخ او اللحمه النيه. الجمله 13 الاخيره. الجمله 14 هتبقى A. الجمله 15 هتبقى C. الجمله 16 لاجج امتعه، وقلنا ان الكلمه دي تعامل معامله المفرد، خد بالك منها، لاجج وباجج. تحتيك بقى اسئله حلوه قوي نتدرب عليها بالورقه والقلم، تحسبها نيجي رايتنج احداث، يبقى احنا جاهزين، والكلام ده اكيد للازهر، تمام يا حبايبي. طب يا حبايبي دلوقتي نروح ونشوف دلوقتي حبايبي هنروح نشوف واجب يونت 8 مع بعض، بيج 4 صفحة 4. يلا حبايبي طبعا هنبدأ صفحة 4 الأول، أول جملة فوق التمرين فوق خالص، تمارين الورك بوك عشان يبقى كده لمين كل حاجة. رقم 1 طبعا هتبقى كانديديت، رقم 2 هتبقى كوريكولام فيتا، تمام، رقم 3 هتبقى أبلاي، رقم 4 هتبقى انترن، بعد كده رقم 5 هتبقى فول تايم، تمام، بعد كده عندي رقم 5 هتبقى فول تايم، رقم 6 انترنشيب، بعد كده عندي رقم 7 بارت تايم. لو نزلنا تحت خالص، تمام، التمارين تحت خالص، هنبدا على بركه الله. رقم 1 سي في، رقم 2 هتبقى كواليفايد، رقم 3 هتبقى كواليفيكيشنز بكل مؤهلاتها وخبرتها، تمام، يبدو انها غير يعني يبدو انها مناسبه بشكل مثالي جدا. الجمله رقم 4 ابلاي يتقدم لوظيفه. بعد كده حبايبي دي كلمات بنك المعرفه والنجاريات وتمارين منصه حصص مصر، وهنبدا بعد كده بيج 6 صفحه 6. صفحه 6 هتبقى رقم 1 سي، رقم 2 فول تايم لان طبعا طول الاسبوع، رقم 7 هتبقى دي، رقم 8 ديفينيتلي، رقم 4 ديفينيتلي، يبقى 3 دي، 4 ديفينيتلي، 5 كوليج، تمام. بعد كده حبايبي رقم 6 هتبقى بارتيسيبيتنج. الجمله رقم 7 كلوزر طبعا اللي هو ضخم، 8 زاستر كارثه،
تمام يا حبايبي. بعد كده الجملة رقم 9 هتبقى qualify، الجملة رقم 10 was awarded، منح، was awarded الأولى، مش هينفع rewarded بشكل رسمي، والجوائز awarded reward مكافأة بشكل غير رسمي أو فلوس. الجملة رقم 11 هتبقى organized، الجملة رقم 12 هتبقى degree، الجملة 13 هتلاقيها part، تمام، دور أو شيء أساسي، تمام. الجملة رقم 13 عكس كل طبعا part، جزء. الجملة 14 هتبقى universal، ويفضل تبقى global، عالمي، international طبعا بيبقى شيء دولي على مستوى العالم، فنقول universal أو global، عالمي. الجملة 15 presentation، تمام حبايبي. بعد كده الجملة صفحة 7 في جمل على الباسيف، الجملة رقم 1 بالتحديد اللي هو على البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، رقم 1 هتبقى is being built، رقم 2 are held elections، الانتخابات تعقد، يبقى are held، تمام. بعد كده نفس الصفحة هننزل حبة نلاقي الجملة رقم 3 was built، ماضي بسيط، كم عمرها بنيت فيه، هنا انه تاريخ ماضي بسيط. الجملة رقم 4 was being cooked، ماضي مستمر، تمام. بعد كده ننتقل الى صفحة 8، الجملة 5 هتبقى have been imposed، فرضت، have been taxes الضرائب، تمام، very high taxes يبقى have been imposed. الجملة رقم 6 had been sold، الجملة رقم 7 has been cancelled، ألغيت. الجملة رقم 8 had been broken. الجملة بعد كده رقم 9، ننزل الجملة 9 هتبقى what could be done، ماذا يمكن أن يفعل، in the nearby garden to make it safer، في الحديقة الجميلة عشان يكون أكثر أمانا لمين، للأطفال، يبقى could be done. 9 هتاخد C، 10 هتاخد be kept، تمام، must be في المجهول. الجملة رقم 11 هتبقى be tidied عشان عندك needs to be، need to be will be أو need ing، دي need بتاعت المجهول، إما need ing وهتحسبها need to ing. الجملة رقم 12 هتبقى be revised، الجملة 13 هتبقى will be shown، الجملة 14 هتبقى will hold، تمام، سوف تعقد أو سوف تستضيف كأس العالم 2022. الجملة هنا معلوم، خد بالك الجملة هنا معلوم، will hold. أما الجملة 15 be heard، الجملة 16 must be examined طبعا هنا مجهول. بعد كده ننتقل إلى الصفحة اللي بعديها، الجملة 17 هتبقى was given to. طيب مش معنى بقى ما خدناش was given for، لأن given أفعال بتاخد to، لو بصيت فوقيك أول جدول الأفعال بتاخد to، تحتيها أفعال بتاخد for. الجملة دي 17، تحتيها الجملة 19 was allowed to، كان من مسموح، في جملة بتاعت allowing for حلوة جدا خدناها النهاردة في الكتاب. الجملة رقم 19 هتبقى was allowed، الجملة 19 تاني تحتيها was bought for، تمام، لأن باي عايزة for يشترى من أجل، أما المنيو قائمة الطعام was brought for احضرت من أجل، تمام. لو بصينا في آخر الصفحة ألاقي الجملة 21 is known، معروف أن، it verb to be is known. الجملة 22 is sought، يعتقد أن. الجملة 23 is known to be، تمام، بقول فيتامين سي يعرف على انه يكون كذا، يبقى is known to be. الجملة 24 بقول alleged، تمام، alleged to have، الرياضي ده بقول يعتقد او يزعم انه غش في last competition، في المسابقة الاخيرة، تمام، يبقى انا بقول alleged to have، هي صيغة المبنى المجهول اما بنبدأ بالفعل الداخلي ثم نأتي بverb to be والتصريف التالي. حبايبي بعد كده بننتقل الى page 11، الى صفحة 11، صفحة 11 الجملة رقم 25 هتبقى is greened مضارع بسيط مجهول عشان every. الجملة 26 where طبعا where invited يدعى، تمام. بعد كده الجملة 27 was built بنية. الجملة 28 is being، اعتقد ان هذا الطعام يجهز at the moment، في هذه اللحظة، مضارع مستمر مجهول. بعد كده are employed بقول 200 شخص يوظفوا. بعد كده عندك had been checked. بعد كده are read مضارع بسيط مجهول.
السي في بيقرا تمام. بعد كده الجمله 32 هتبقى از سبوكن، اللغه الانجليزيه بتتحدث بها. الجمله 33 هتبقى تو بي ليفت وونت تو بي، انا اريد ان اترك بمفردي، وونت تو في المجهول تبقى وونت تو بي. الجمله 34 هتبقى از بينج بيلت، مضارع مستمر مجهول تمام، علشان سوف ينهى السنه القادمه، يبقى هو حاليا بيبنى تمام، البناء شغال. الجمله 35 هاف بين ستولن، الجمله 36 بي دون، الجمله 37 واز اوفرد عرض واز اوفرد، الجمله 38 از هيلد يعقد تمام، الانتخابات بتعقد. واحد يقول الانتخابات جمع، وتنفع برضو مفرد على اساس حدث الانتخابات نفسه، خدناها مضارع عشان every four years مضارع. بعد كده ار شون مضارع بسيط في المجهول ار شون. الجمله 40 هتبقى از بينج ريبيرد تمام، از بينج ريبيرد يصلح. الجمله 41 هتبقى هازنت بن عشان يت طبعا لم تسلم هازنت بن. الجمله 42 ار اسكد، الاطباء بيطلب منهم. الجمله 43 از تو بي ريفايز، هذا الكتاب يجب ان يراجع، از تو بتساوي ماست، ماست بي في المجهول. الجمله 44 هتبقى ويل بي شون، ويل بي شون عندما انت توصل الفندق انت سوف يقدم اليك حجرتك تمام، مضارع بسيط الناحيه الثانيه مستقبل ومجهول. 45 از بينج عشان ات ذا مومنت، از بينج بيفد يمهد الطريق الى او يرسل. 46 ار تو بي بيلت يجب ان تبنى، اعتقد مدارس يجب ان تبنى. فيرب تو بي مع تو بمعنى يجب، طب في المجهول تبقى تو بي ويل بي بي، اي تو في المجهول تبقى تو بي ويل بي بي. الجمله 46 طبعا فيها كلمه دنستي طبعا هي معناها كثافه بسبب كثافه الطلاب في المدارس. الجمله 47 هتبقى ويل بي سولفت تمام. الجمله 48 بي ووترت عشان نيدز تو بي ويل بي بي. الجمله 49 ار بينج ميد. الجمله 50 تمام بتبقى از يور سان جيفن، از يور سان جيفن مضارع بسيط مجهول، هل ابنك بيعطى كل الفلوس. 51 هتبقى ارنت فولويت، لم تتبع، لم تتبع تمام، اللي هي كليننس اللي هي من النظافه تمام. الجمله 52 هتبقى كولابسز تمام، الجمله معناها ينهار، معناها ينهار. 53 هتبقى هاف بين يوزد، استخدم، هاف بين يوزد دي 53. اما الجمله 54 لاست نايتس دينر، عشاء ليله امبارح، ماله واز بريبيرد، جهز ماضي بسيط مجهول واز بريبيرد. بعد كده الجمله 55 ويل هولد، سوف تستضيف. الجمله 56 هازنت بين ابروفد، هازنت بين ابروفد لم يرضى ذا بادجت يعني الميزانيه، الميزانيه دي لم يرضى عنها او لم تلاقي رضا او استحسان. الجمله 57 هتبقى تو هاف بين اووردد، تو هاف بين اووردد اللي هي دي. الجمله 58 بينج هيلب لايك اي ان جي تبقى في المجهول بينج والبي بي. 59 هتبقى تو بي، 60 هتبقى واز بينتد ماضي بسيط مجهول طبعا عشان القرن 19 ده موعد في الماضي. اما الجمله 61 هتبقى هاز بين سنت، الجمله 62 هاز بين ريد، الجمله 63 هتبقى بيد، هو بيدفع اليه، بيدفع اليه فلوس، بي والمجهول از بيد تمام. الجمله 64 واز ستونين ماضي بسيط مجهول لان الجمله ماضي. الجمله 65 بي بروموتد، بي بروموتد وونت تو بي ويل بي بي. الجمله 66 بينج تشيزد، الكلب بتاعي بيحب بينج تشيزد، ان ايه يطارد، تلعب معاه يعني خلاص تمام. الجمله بعد كده لاف طبعا اي جي في المجهول. 67 تبقى تو، عشان جيف من الحاجات اللي عايزه تو. اما الجمله 68 جيتس دامجد تمام، لو عربيتي اتلفت تمام، مضارع عشان الناحيه الثاني مستقبل. بعد كده جمله 69 69 هتبقى بينج ريسايكلد، الجمله 70 هتبقى از بينج ديكوريتد، الجمله 71 هتبقى بينج عشان هيت اي جي في المجهول تبقى بينج والبي بي. الرابش القمامه بتاعتنا بتتعامل مع نط المفرد، از كولكتد تجمع القمامه مضارع بسيط مجهول. 73 هتبقى هاد بين تيكن، الجمله 74 بيجن درومن، بينج درون تمام، الورد انظر ده مضارع مستمر مجهول. الجمله 75 تمام هتبقى wasn't invented، wasn't invited لم تدع تمام، invite يدعي.
اما الجملة 76 هتبقى سوكينج حلوة قوي. الجملة دي خدناها في كتاب اكسلنت، واعتقد جت في امتحانات الترم اللي عملناهم، السبع امتحانات اللي عملناهم، لان كان في سبع امتحانات مختلفة. تمام، سوكينج جود، سوكينج ويت، عارفين لو ما فيش ويت كنا قلنا جيت سوكد، ينقع في الماء او غرقان في المية. لو ما فيش ويت كنا خدنا بالاي دي، خد بالك من الحتة دي. حلو قوي الجملة دي، 77 77 هتبقى تمام بين ميد، بين ايه ميد، خلاص. عشان هافينج، هافينج والتصريف الثالث ده معلوم. طب هافينج بين والبي بي ده هافينج بس في المجهول، هافينج والتصريف الثالث ده معلوم، هافينج بين والتصريف الثالث ده مجهول. اه بعدما قوبل باسلوب مش لطيف تماما، هي جوت ابسيت، انزعج. بعدما قوبل مش بعدما قابل، لو انا قلت بعدما قابل كنت قلت قابل مين، ما كملش المفعول. الجملة 78 where the thieves taken، الجملة 79 هتبقى بي تمام teased. اه طبعا my brother اخويا لم يسمح لنفسه ان يضحك عليه او ان يخدع، تمام، او حد يضايقه او يغيظه يعني. let مفعول، let ضمير منعكس، بي will be بي، قاعدة let في المجهول، let ضمير منعكس، بي will be بي. بعد كده عندي الجملة رقم تمام 79، قلنا الأخيرة رقم 80 ايه؟ تمام 81 قلنا ايه برضو؟ 82 is spent، تمام 8 81 بقول successful candidate، رجل الايه المتقدم وظيفة، هذا الناجح ده الرجل المتقدم وظيفة الناجح، will be selected سوف يختار، يبقى 81 ايه؟ تمام 82 is spent، 82 is spent، الفلوس تعمل معاملة المفرط. الجملة 83 is usually kept، الجملة 84 was being prepared، تمام الجملة 85 were written، كثير من القصص كتبت، تمام كده. الجملة 85 were written، الجملة 86 هتبقى was being، الطعام مفرد was being، قاعدة while بس في المجهول. الجملة 87 هتاخد دي، تمام one of classroom windows، احدهم، تمام 88 the nice story، 88 هتبقى was written. الجملة 89 was bit، تمام بيقول لك هو لدغ بواسطة موسكيتو بعوضة ناموسة أثناء الليل، يبقى تاخد الأخيرة. الجملة 90 هتاخد الأخيرة، have been translated، عملنا جيب محفوظ، ترجمت إلى، طبعا هنا مضارع تام مجهول، مضارع تام مجهول يا حبايبي. تمام بعد كده ننتقل تمام إلى صفحة 16، هننتقل لصفحة 16 تمام. لو بصينا طبعا اكمل الجمل دي في الباسيف، الجملة تمام الجمل 16 صفحة 16 التمرين الاولاني بتاع ايه complete the sentence، اكمل الجمل الاولى طبعا should be listened، ينبغي ان يستمع اليه، تمام should be listened to، التانية could be prepared، التالتة might be asked، تمام الرابعة تمام hope to be offered، يتمنى ان يعرض عليه. التمرين اللي بعديه الاولى will be offered، الثانية will be done، تمام الثانية will be done، ثلاثة will be paced، اربعة او اللي تحت رقم ثلاثة can be done، اربعة can be taken، تمام can be taken. بعد كده اللي بعديها must be returned، خمسة shouldn't be used، بعد كده ستة will be given، ستة will be given، بعد كده won't، تمام won't be given، تمام كده حبايبي won't given، بيقول لك details التفاصيل will be shown سوف تبين. بعد كده التمرين اللي بعديها workbook complete، طبعا اول كلمة هتبقى نعمل عليها رقم 3 في فراغ رقم 3، بعد كده should be sent هتبقى رقم 2، must be won هتبقى رقم 4، اما had to be given هتبقى رقم 1. بعد كده wants to be given هتبقى رقم 6، want to be provided 8، بعد كده should be dressed 5، will be expected 7، ولو نزلنا لتحتيهم هتلاقي to be qualified هنكتب عليها رقم 4، will be kept رقم 2، need to be parked هتبقى رقم 3، must be worn هتبقى رقم 1. حبايبي ننتقل إلى جزئية أخرى في الهوميرك بيج، بالتحديد صفحة 18 عندك الكمبليت بتاع الورك بوك، البروفايل طبعا رقم 3،
بعد كده كونسايز طبعا يبقى رقم 2، اتشيفبل طبعا رقم 4، موتيفيت رقم 1، اما 6 رقم 6، كارير رقم 7، تمام، كارنتلي 8، اما فالنتير هتبقى كام؟ هتبقى 5. حبايبي جزئيه طبعا اللانجوج نوتس، رقم 1 هتبقى اكسبيرينسز، رقم 2 هتبقى اكسبيرمنت وعندك اس، اللي بعديها اكسبيرينسز، واللي بعديها نوليدج، واللي بعديها نوليدج، تمام؟ ابدا مرحله الاختياري. رقم 1 هتبقى بروفايل، 2 هتبقى سي برزنتيشن، رقم 3 اتشيفبل، تمام، رقم 4 هنقلب الصفحه دلوقتي، احنا في صفحه 19، هتبقى بينفيت يستفيد، وبينفيت دي على فكره بتاخد فروم او باي كفعل، وتاخد اوف كاسم، وتاخد اوف كاسم استفاده من. رقم 5 فور، رقم 6 الاخيره هاف، رقم 7 كفر، رقم 8 اوورد، رقم 9 كانديديت، تمام، مرشح الوظيفه او الانتخابات، اما رقم 10 ماركتنج التسويق، بيعمل تسويق لهذا المنتج، ده رقم 10. اما رقم 11 انترفيو، اما رقم 12 ريزيدنتال، طبعا 11 هتبقى ايه، رقم 12 هتبقى ريزيدنتال اريا، منطقه سكنيه، بعد كده 13 تيك، 14 فروم، 15 هتبقى اون، فوكس اون يركز على الجمله، 16 طبعا سكسيد ان ينجح فيه، سكسيد ان الجمله، 17 اتشيف، 18 موتيفيت يشجع، التعليم ينبغي ان يشجع كل طفل، بعد كده 19 هتبقى ميك، ميك شور تاكد الجمله، 20 سمارتلي هي بترتدي بشكل انيق، قلنا سمارت انيق او ذكي الجمله، 21 بيرسويد الجمله، 22 تيمبوري، تمام، 23 هتبقى اذروايز والا، اذروايز والا، تمام حبايبي. هندخل على التيست، وقلنا قبل كده ان لازم نحل التيست على شكل لجنه، يعني لو انا ما كنتش حليت التيست وقف الفيديو، راجع اخطائك، وبعد كده اعمل ستوب ووتش لمين؟ للتيست، وشوف نفسك قدرت تخلص التيست في قد ايه، عشان امتحان الترم اللي عملناه قبل كده في ناس كتيره ما كانتش قادره تكمل الامتحان. خلاص، الجمله رقم 1 A، الجمله رقم 2 هتبقى B، الجمله 3 الاخيره، اما مرادف طبعا كونسايز طبعا هتبقى ابريفيتد مختصر وموجز، الجمله 5 كارير، الجمله 6 كواليفاينج، تمام، الجمله 7 هتبقى 4، الجمله 7 هتبقى 4 جايزه من اجل كذا، 8 اكسبنسز، رقم 9 طبعا اللي هي المصاريف، رقم 9 تو بي تشوزن مجهول عشان هوب، وفي المجهول هوب تو بي والبي بي، الجمله 10 جيفن، تمام، بي جيفن، الجمله 11 هتبقى هاف بين بيف، الجمله 12 هاد بين سنت، هاد بين سنت، الجمله 13 هتبقى سيمز تو بي، سيمز تو بي، 14 ار اوفرد، 15 تو بي دان، 16 ار ريد مضارع بسيط مجهول، تمام، بعد كده 17، 16 ار ريد، 17 هتبقى ايه، 17 هتبقى ايه، تمام، 18 بي، 19 بي، اما الجمله 20 هتبقى برضو بي. بعد كده هناخد اجابات الباسج، طبعا الجمله 21 هتبقى، 21 هتبقى بي، بيتكلم عن طفولته، هيز تشايلد هود طفولته، تمام، بيحب القراءه منذ طفولته، 2 هتبقى ايه، نوليدج، الجمله 3 دي الاخيره، 4 سي، 5 الاخيره، 6 هتبقى ايه، 6 هتبقى ايه، بعد كده عندك 7 الاختياري هيبقى سي، 7 هيبقى سي، 8 هتبقى بي، بعد كده عندي 29 هتبقى ايه، اما الجمله 30 هتبقى ايه، 1 هتبقى بي، تمام، 2 دول طبعا البيسين نايل اللي هو دول حوض النيل، تمام، بعد كده اللي هي دي حلوه قوي، بيحفظوها كلمه بيسين كانترز، دي دول حوض النيل، جايه في مذاكره القاموس على فكره، 32 الاخيره، 33 سي ييرلي، 34 الاخيره، تمام، سفشن طبعا، سفشنسي اللي هي طبعا عكس النقص، يبقى دي
اكتمال او كفاءة او اكتمال. اكتمال تمام. 35 هتبقى طبعا مرادف ريديوس، مرادف كلمة ريديوس يقل، بيقول لك عايز السينم بتاع مرادف كلمة ريديوس يقل طبعا، لسن يقلل، ريديوس يقلل، لسن يقلل تمام. اما لو قال لي انتونيم هقول له رايز طبعا تمام. 36 ورز، 36 ورز. اما بعد كده الترجمة 37 هناخد الاولى، التانية غلط عشان كلمة بعض الاماكن، التالتة غلط عشان كلمة ترشيد، احنا عايزين تقليل، الرابع غلط عشان زراعة القليل واحنا زراعة المزيد. اما الترجمة اللي بعديها هناخد بي، الترجمة رقم 38 هاخد بي، الاولى غلط عشان السوق المحلي، التالتة غلط عشان كلمة ببطء، الرابع غلط عشان كلمة ايه طبعا التكنولوجيا التدريجي، التكنولوجي التدريجي. اما الترجمة 39 ايه، الترجمة طبعا 39 ايه بي غلط عشان ليميتد، بيغلط عشان كلمة ليميتد هو طبعا تطورات او بقول تنمية مختلفة مش محدودة. التالتة غلط عشان ميكينج تمام. الرابع غلط عشان كلمة موتيفيت، يشجع، هي طبعا مش بيشجع، هو يقضي على البطالة مش بيشجع. اما 40 دي خدناها سي وحلناها قبل كده تمام. حبايبي بالشكل ده يبقى وقفنا عند خلاص نهاية واجب يونت 8. دلوقتي ان شاء الله انتهى الواجب، راجع اخطائك وادخل على امتحان ان شاء الله، وربنا يا رب يوفق الجميع. نتقابل الاسبوع القادم في واجب حصة جديدة مع اخر جزء من كتاب اكسون الترم الاول، لان خلاص كتاب الترم الثاني قرب ينزل. شكرا للاستماع ونتقابل الاسبوع القادم، بس اوعوا تدخلوا الفيديو الا ما تكونوا مذاكرين وحالين وتستفيدوا من اخطائكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.